الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اصدقائي. حلقه جديده مع الهدف، ونبدا بالدوري العام، دوري نايل. دوري نايل النهارده في اليوم الثاني، النهارده للاسف ماتشين أسوأ نتيجه في عالم كره القدم. ايه الماتشين؟ 0-0. ابتدينا النهارده الساعه 5 بلقاء الجونه مع زد في الجونه، وانتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف. والمباراة الثانية كانت الساعة 8، وكانت مباراة مودرن سبورت مع أمبي، وانتهت أيضا بالتعادل السلبي بدون أهداف. لكن في حالة واحدة جمعت بين اللقاءين، في مباراة الجونة مع زد هناك ركلة جزاء في الدقيقة 12 تصدى ليها علي لطفي حارس مرمى نادي زد، زي ما حضراتكم تابعين معانا على الشاشة. و برضه انتهت المباراة 0-0، محدش عرف يسجل في الفرقتين. اللطيف والمفارقة لما تيجي تشوف حاجة، السنة اللي فاتت في بداية الدوري، في أول ماتش لزد في بداية الدوري، دوري نايل برضه، كانت مباراة زد مع الإسماعيلي، وبرضه علي لطفي صد ركلة جزاء من النادي الإسماعيلي، وكان عبد الرحمن مجدي طبعا قبل ما يروح لبيراميدز. واضح إن علي لطفي موعود بأول مباراة في الدوري، لكن هو بيبقى دايما في الميعاد. حارس مرمى هايل طبعا، حارس مرمى محترم جدا علي لطفي في دوري نايل في الموسمين، الموسم ده والموسم اللي فات، بيصد هنا وبيصد هنا. ايضا في مباراه مودرن سبورت مع امبي النهارده في بلس 90، انت متخيل؟ خلاص الماتش خلص، بينتهي خلاص، ركله جزاء لمودرن سبورت، وبيدخل المتخصص جوناثان، لكن جوناثان برضه ضيع ركله الجزاء وضيع 3 نقاط. يعني خلاص الماتش بيخلص، الماتش في الثواني الاخيره، لكن ضيعها جوناثان. عبد الرحمن بودي حارس مرمى نادي امبي هو اللي تصدى ليها زي ما حضراتكم شايفين، وهايل هايل هايل هايل. يعني جوناثان كده حاططها بثقه زياده عن اللزوم، يعني واثق في نفسه قوي، وضربه الجزاء ملهاش كبير، يعني اجمل واعظم نجوم العالم ضيعه، فهو داخل كده يعني ايه، واثق من نفسه قوي. المهم تعالوا نروح بقى للجونة وزد، ونشوف لقاءات ما بعد المباراة، بعد التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين. هي بداية الدوري بتبقى كده، بتبقى ماتشات لسه اللعيبة ما دخلتش فورمة الماتشات، بس الحمد لله يعني ادينا بشكل كويس إلى حد ما، فتوفيق ربنا كان معانا في أوقات من المباراة، زي البلن، زي كذا كورة اتلعبت لفريق الجونة، وفريق الجونة فريق محترم مع مدرب محترم كابتن علاء عبعال، فالحمد لله طبعا على الأداء وعلى النتيجة، وإن شاء الله نقدر نعمل حاجة كويسة. الموسم اللي فات أنتوا فنشتوا المركز السابع، السنة دي بقى طموحاتكم إيه وتطلعاتكم إيه طبعا مع الكابتن مجدي عبد العاطي؟ طبعا احنا الحمد لله الاسكواد بتاعنا بشكل يعني لعيبه كويسه، ولعيبه كلها صغيره في السن، فاحنا بنتمنى ان شاء الله ان احنا نكون من ضمن المربع ان شاء الله، وده عايز شغل جامد جدا اكتر من السنه اللي فاتت بكتير كمان. الناس كانت بتتكلم علينا كلام كويس جدا السنه اللي فاتت، لكن احنا ما حققناش التارجت اللي احنا كنا عايزينه في المربع الذهبي او في نهائي كاس مصر، كنا نتمنى نطلع بالسنه ببطوله، لكن الحمد لله طبعا على توفيق ربنا الفتره اللي فاتت، ونتمنى ان شاء الله التوفيق الفتره اللي جايه. السنه اللي فاتت اول مباراه في الدوري كانت امام النادي الاسماعيلي، وتفوقتوا فيها وفزتوا اول مباراه، النهارده امام الجونه وتعادلتوا، بتقيس ده ازاي؟ وهيمثل لكم ايه يعني الخطوه الجايه ده والمشوار طبعا الدوري، في ظل طبعا ان احنا بنلعب موسم استثنائي؟ طبعا الموسم السنه دي موسم هيبقى صعب جدا على كل الفرق، كل الفرق هتحارب من اجل الثلاثه بونت عشان تكون موجوده من ضمن التسع فرق اللي هيلعبوا على المربع، فالموضوع هيبقى صعب جدا، اصعب من السنه اللي فاتت، فبتمنى طبعا ان احنا نشتغل بشكل كويس، لان هتفرق معانا جدا الثلاثه بونت في اي ماتش، هيفرقوا معانا جدا في الترتيب الجدولي. طبعا يعني برضو بيبقى اول ماتش دايما صعب الاول، برحب بك يا عمرو وستاف العمل، وبقول كلمه بس، رحمه الله على اخويا وحبيبي الكابتن ايهاب جلال. نبدا الموسم من غير هو موجود، دي حازه في نفسيتي جامد جدا، ربنا يرحمه ويتغمده برحمته يا رب ان شاء الله.
بنلعب اول مباراه دايما بتبقى اول مباراه صعبه، لان انت مش قاري الفرقه اللي قدامك بشكل كويس. يعني حتى هم يعني برضو بالنسبه لزيد هم مش شايفين او مش عارفين احنا وصلنا لايه، الا اذا كنا بقى يعني بنشوف بعض من خلال مباراه وديه تخمين. وزي ما انت ما قلت فريق قوي وسكواده عالي جدا، اعتقد كنا الند بالند معاه طول المباراه. ضيعنا ضربة جزاء اعتقد يعني لو كانت تفرق بشكل كبير جدا بلال السيد، اكيد اكيد كانت فرق كتير جدا بتديك اولوية. والحمد لله بونت مش وحش مع فريق كبير زي زد، يعني هو ورد عملاقا يعني جاب لعيبة بشكل كويس، فان شاء الله نكمل بالشكل ده وافضل من كده. 18 لاعب تعاقد معهم نادي الجونة طبعا هذا الموسم، شايف كابتن علاء هو بيقدر يتعامل مع القماشة اللي هي الغير معروفة الغير مشهورة، بيعرف يطلع لاعب كواليتي عالي. النهاردة شفنا محمد علاء حارس مرمى جاي من نادي القناة، حارس النهاردة كان ظهر يعني بشكل متميز جدا. يعني طموحاتك مع المجموعة دي وهتشتغل معهم ازاي يا كابتن علاء؟ بالظبط كده، طبعا احنا بنشتغل في حدود الامكانيات اللي موجوده، منهم حراسه المرمى طبعا محمد علاء، طبعا صبحي سليمان كان مشي لانه كان اعاره من نادي الاتحاد رجع الاتحاد، احمد مسعود اصابه رباط صليبي في بدايه الموسم، انما محمد علاء حسابات كانت عينينا عليه. وبالامانه برضو يرجع الفضل للكابتن ممدوح ابراهيم مدرب حراسه المرمى، بيشتغل معاهم بكل جد واخلاص وبيطور من ادائهم. علاء النهارده كان كويس في مجموعه جديده، بس الاغلبيه كانت لعبة دور ممتاز. يعني ما نقول السنه دي اتكلمنا في لعيبه بس كان من شروطي او يعني بالاتفاق مع اداره نادي الجونه والكابتن حصري ان نجيب لعيبه عندها خبرات دور ممتاز اكتر، يعني زي العشي زي احمد رضا لعبوا قبل كده، بلال السيد لعب، حسن ياسين دول حسونا، يعني دي برضو بتفرق شويه. يعني يمكن مع انديتهم ما وفقوش، انما ان شاء الله المجموعه دي، وفي مجموعه لسه ما لعبتش، في فيفو اكيم برضو ما كان مصاب، في لعيب افريقي تاني اتصاب قبل المباراه بيومين او ثلاثه كان اساسي، فلسه المشوار طويل، بنحاول نعمل حاجه بالمجموعه الجميله دي. ودي كانت اكتر حاجه يعني بسطاني النهارده، الروح العاليه اللي كان بيلعب بيها فريق الجونه، يعني روح عاليه جدا سواء في النواحي الدفاعيه او الهجوميه، كله جري وكله بذل جهد، فبشكرهم على الجهد اللي هم عملوه ده. كابتن اكيد المجموعه ديت، وانت عارف طبعا احنا بنلعب نسخه استثنائيه، دوري يعتبر من دور واحد والنقطه بتفرق، هتشتغل ازاي دي وهتجمع ازاي بنقط بقى في ظل انت شايف كله عايز يخطف ويجري كله يعني كله ضرب يعني ما فيش بنحاول يعني بنحاول على المكسب والله، لو ما كسبناش ما نخسرش، ده الشعار بتاعي على اساس ان كل بونت مهم، حتى على الاقل يعني لو لا قدر الله ما كناش من التسعه الاوائل يبقى احنا بنبدا الدور الثاني او المرحله الثانيه معانا عدد نقاط كويس بنشتغل عليها. الدوري صعب كله، يعني انت النهارده بتخلص زد راح للمصري، الماتش اللي جاي وبعدين المحله وبعدين سموحه، كل الماتشات صعبه وتقيله، انما احنا هنجتهد وهنشتغل ان شاء الله باذن الله. طبعا بنتواصل مع بعض على طول، ده اخويا ومع بعض في البيت على طول وبنتكلم على طول طبعا. وانا النهارده يعني الواحد في الماتش كان بيبقى قلقان عليه، هو بيبقى قلقان عليا، بيبقى في قلق، انا ببقى خايف يطلع منه حاجه وحشه، تطلع باص يطلع مش عارف ايه، هو نفس الكلام برضه يعني. فكذلك نفس الطريقه الواحد بيبقى قلقان عليه في الملعب، اهم حاجه ان هو يكون كويس والنتيجه بقى بتاعت ربنا والحمد لله. يعني انت بتتوقع النهارده ان انت تبقى موجود في الملعب، واكيد النهارده احمد العيش مدافع، كنت يعني بتحس النهارده المواقف اللي هو فيها ازاي؟ لا احسها صعبه، ببقى يعني انا ببقى خايف عليه في كل الطرق، انا ببقى خايف كل كره بتبقى معاه ببقى مركز معاه قوي، عايزها تطلع كويسه، هو يكون شكله كويس والحمد لله، هو ربنا وفقه طبعا. بعد الماتش كنتوا الاثنين واقفين مع بعض، كنتوا بتقولوا لبعض ايه؟ لا بنتكلم في ده عن الكوره يعني، مروحين كده يعني في البيت مع بعض على طول. بس هو هنا بقى في الجونه وانا في القاهره. طب طمنتوا الحاجه، طمنت عليكم بعد الماتش وبتتواصلوا معاه؟ الحمد لله والله، بوصل لهم السلام اللي هم وحشيني جدا، وان شاء الله الاجازه الجايه اشوفهم على خير ان شاء الله. لسه في واحد ثالث اكيد من العش برده مدافع، يوسف الصغير بيلعب في غزل المحله، محاط بقى مصطفى العش الصغير واحمد العش الكبير. ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق اي حد نفسه في حاجه حققها، وربنا يسهل لنا امورنا ان شاء الله. انت في الكوره برده ربنا يكرمنا طبعا، انا نفسي اوصل لاحسن يعني الاحسن حاجه في الدنيا، واخويا برده كذلك. طبعا انا نفسي ربنا يكرمني والعب بره ان شاء الله، ربنا يكرمني كده الفتره الجايه واعمل موسم كويس ان شاء الله، واعمل حاجه كويسه لاخواتي والاهلي والاهلي بلدي طبعا، وان شاء الله اللي جاي كله خير ان شاء الله. شفنا اللقاء، قال العش على غرار
آل توفيق، يعني فاكرين عبد العزيز توفيق وأكرم توفيق وأحمد توفيق ما شاء الله عليهم، برضو نفس القصة. أحمد ومصطفى ويوسف ربنا يوفقهم، طبعا نفس القصة في كرة القدم المصرية. مباراة مودرن سبورت مع النهاردة اللي انتهت بالتعادل السلبي مع إمبي، شفنا ركلة الجزاء بتاع جوناثان، لكن نشوف مع بعض لقاءات ما بعد المباراة. والله انت دايما احنا نظام سيستم لعب بنلعب بيه دايما، احنا بنعتمد على التحولات الهجوميه، بنعرف نقف كويس، لعبتنا بتقف كويس، بتقفل مساحاتنا كويس، وبنشتغل على التحولات الهجوميه. النهارده كان ممكن ان احنا في ظل الضغط برضو بتاع فرقه مودرن، فرقه محترمه وفرقه برضو فيها عناصر كتير مميزه، كنا ممكن نقدر نخطف جون او اتنين سواء في الشوط الاولاني او الشوط الثاني. فده كان سيستم اللعب بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه حتى من السنه اللي فاتت يعني. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله بنت برضو كويس من فرقه محترمه في بدايه الدوري، برضو حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. لعبت كله تحت الكوره وانخطف منك نص الملعب في بعض الفترات، هل دي كانت سياسه لعب ولا انت التغييرات ادت بقى ان انت كمان تزود الخطه الدفاعيه؟ لا والله، وانت سيستم اللعب طول ما انت تحت الكوره والكوره قدامك خلاص ما فيش اي مشكله بالنسبه لك، طول ما انت مقفل مساحاتك وما فيش اي حد بيخترقك، فدي مهمه بالنسبه لك يعني. حتى الفرقه مستحوذه لكن الاستحواذ سلبي، ما فيش اي منه اي خطوره بالنسبه لنا، الكوره مجرد ما بتوصل عند الخط الخلفي بتاعنا بتتقطع، فدي بالنسبه لنا. وفي نفس الوقت احنا بنعتمد ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نسحب الفرقه ونشتغل على التحولات، ودي يمكن وصلنا بيها مره واثنين كان ممكن نخلص، بس الحمد لله يعني ربنا كرمنا كمان في ضربة الجزاء اللي في الآخر دي، ربنا كرمنا وقدرنا نصدها، فدي كانت برضو كانت هتعمل لنا مشكلة، لكن الحمد لله النقطة طبعا نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا في بداية الدوري مع فريق محترم، دي حاجة كويسة يعني. قلة التدعيمات هتعمل لك مشكلة خلال الموسم؟ والله احنا بنشتغل على سياسة النادي، والنادي سياسته كده ان انت النهارده بحط بقدر الامكان بتعتمد على اولادك الصغيرين الناشئين، محافظ على قوامك الأساسي، ما بتحاولش يعني تفرط في أي لعيب من عندك. إن شاء الله بإذن الله يعني مع استمرار الموسم أكيد هيبقى فيه اداء افضل وفي نتائج افضل ان شاء الله باذن الله. هل عاوز اياك كمان الى نادي انبي؟ لا دي بتاعه الاداره، دي ما اعرفش عنها اي حاجه يعني. هل انت طلبته؟ لا ما طلبتوش، لان دي سياسه الاداره هي اللي بتشتغل في الموضوع ده. سياسه زياد لعيب كبير، ولو رجع هيبقى اضافه كبيره جدا لينا، لان هو طبعا حاجه محترمه جدا، ومعانا كان مادي بشكل كويس قوي، ولما راح النادي المصري كان مادي بشكل كويس قوي، فاضافه لينا. لكن هو زياد موجود في نادي الزمالك، وان شاء الله ياخد فرصته هناك ويادي بشكل كويس ويثبت ان هو لعيب كويس باذن الله. توفيق كبير في ضربة الجزاء دي، بودي طلعها، تعادلنا، كان نفسنا نيجي النهاردة يبقى البداية مكسب، بس يعني ربنا ما كرمش، دايما البداية بتبقى صعبة، والموسم السنة دي صعبة، صعب جدا، بنلعب فريق كبير وفي ملعبه، فالحمد لله نقطة نبني عليها واللي جاي يبقى أفضل إن شاء الله. كابتن كان بيتكلم النهاردة عن أن أنتوا تلعبوا تحت الكورة، وأن أنتوا لو طلعتوا ببونت فالأمور سهلة. لا مش يعني مش بونت، بس هو احنا دايما لعبنا تحت الكوره، وعندنا مميزات حلوه في ان احنا عندنا التحول سريع، عندنا لعيبه سريعه، بنقدر وقوفه وكابو ونادر حواش وشكشك، فدي طريقه لعب يعني، مش واقفين ورا الكوره فبندافع، لا هو في تحول وفي حاجات بناخدها، فكان دون التكتيك بتاعنا النهارده، وكان نفسنا نخطف واحده، كان قدامنا نخطف اكتر من واحده، بس يعني ربنا ما وفقش، الحمد لله يعني على التعادل، وان شاء الله اللي جاي افضل. لعبت في نص الملعب انت النهارده؟ طبعا كان بنلعب فرقه كبيره، طبعا كلهم لعيبه كبيره، ونص الملعب عندهم كابتن طلعت بيسحم نص الملعب قوي، فكان عندنا خمسه او سته نص الملعب عليا انا ومودي بس، الحمد لله ربنا كرمنا النهارده، عملنا مجهود كبير، وربنا عشان كده الفرصه الاخيره دي البيلين ده ضاع الحمد لله. النهارده يعني احنا انا الواحد يعني مش عارف اقول ايه، ان غير بس ان احنا النهارده كانش معانا توفيق، احنا عملنا كل حاجه بس كانش معانا توفيق النهارده، بس انا بدل اداء كويس والناس بتعمل مجهود في الملعب، فالواحد مش قلقان يعني من الحته دي، ان شاء الله النتائج هتبقى احسن. بين الشوطين الكابتن دخل واتكلم معانا ان احنا احسن، وان احنا نركز اكتر على الجون، والشوط الثاني زي ما انت شفت كده كان في كميه فرص كتيره. احنا عارفين ان الدنيا هتبقى صعبه، الموسم الاستثنائي ده هيبقى الموسم صعب، احنا عارفين انه هيبقى صعب علينا كلنا، فان شاء الله باذن الله نركز في اللي جاي ويبقى خير ان شاء الله لينا. انت من اللعيبه القديمه، اعتقد ان جالكوا 16 صفقه، قصه التجانس، هل انت حاسس ان قصه التجانس بدات تشتغل فعلا وبدا الموضوع يبقى اسهل على اللعيبه القديمه؟ والله انا شايف ان احنا اصلا ما فيش فرق بين لعيب قديم ولعيب جديد، الناس دخلت في الفرقه بسرعه،
وزي ما انت شايف النهارده في اكتر من 4-5 لعيبه موجودين في الفرقه، ما فيش فرق ما بيننا، احنا كلنا واحد دلوقتي خلاص، ما فيش حاجه اسمها لعيب قديم ولعيب جديد، احنا كلنا بنمثل فرقه كبيره وهدفنا كلنا واحد، ان احنا نبقى في المربع ان شاء الله ونرجع مكانتنا الطبيعيه نلعب افريقيا تاني. بعد المباراه توجهت الى غرفه خلع ملابس فريق انبي، وده كان فريقك القديم وانت نشات في هذا الفريق، كان ايه اللي حصل؟ كنت بتقول لهم ايه بالظبط؟ انا دي فرقتي اللي كنت في ناشئين انبي، دي بدايتي يعني بدايه الخير عليا، فدول اصحابي والكباتن بتوعي، فانا بسلم عليهم وبشكرهم طبعا، وبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. استعرضنا مع بعض ملخصات بسرعة كده لمباراتي النهاردة، سواء الجونة أو زد أو مباراة مودرن سبورت مع إمبي، والاتنين زي ما قلت لحضراتكم 0-0. بكرة إن شاء الله عندنا ثلاث مباريات، الساعة 5 عندنا ماتشين، عندنا بيراميدز مع بتروجيت وفاركو مع الاتحاد السكندري، الاتنين الساعة 5. أما الساعة 8 فهيبقى عندنا الزمالك مع البنك الأهلي إن شاء الله. ده بالنسبة لليوم الثالث لدوري نايل في الأسبوع الأول، وهنختم الأسبوع يوم السبت بمباراة الساعة 5 إسماعيلي وغزل محلة في إسماعيلية، والساعة 8 الأهلي مع سيراميكا في استاد السلام. دي مباريات الأسبوع الأول من دوري نايل إن شاء الله. تعالوا بقى إيه نشوف شوية أخبار كده، وفي اللي حصلت في الكام ساعة الأخيرة كده بسرعة، كان في شوية أخبار كده خطفتنا كده وعملت شوية يعني كلام كتير ما بين الجماهير الكرة عموما بقى، سواء على السوشيال ميديا أو في المواقع أو في أو. أول حاجة عندي، النادي الأهلي أجرى اتصال بالاتحاد الدولي للفيفا. هو فين الاتنين مليون دولار؟ احنا مش كسبنا؟ ده احنا يعني كنادي أهلي دلوقتي، النادي الأهلي بيقولك ده أنا بطل نص الكون، يعني بطل نص الكون، فين الاتنين مليون دولار؟ فكان الرد من الفيفا ان المبلغ هيروح للنادي الاهلي اجمالي بعد انتهاء البطولة كلها، يعني هيبقى ان شاء الله على يناير، يعني للبطولة تخلص 18-12، فعلى يناير توصل بقى اجمالي الفلوس، مش هيتم ارسال الفلوس ايه بالقطعة، لا، يعني الاهلي دلوقتي ليه 2 مليون دولار، لو كسب باذن الله مباراة 14-12 امام الفائز من باتشوكا مع بطل كوبا ليبرتادوريس، هيبقى المبلغ هيوصل لثلاثة، ماشي بعد ده بيعد، توصل للفاينل بقى مع ريال مدريد ان شاء الله يبقى 5 مليون دولار. فالقصة الفيفا قال لك هنبعت الفلوس اجمالا في شهر يناير. اما بخصوص بقى غرامات مش غرامات النادي الاهلي في الفيفا، قال لك مفيش اي، حاليا مفيش اي حاجه تدين النادي الاهلي، يعني بخصوص مثلا استخدام ليزر بتاع مش عارف ايه الكلام ده كله، لغايه دلوقتي الفيفا ما ردش على النادي الاهلي في الجزئيه دي. برضه في النادي الاهلي الكابتن عماد فاروق نجم النادي الاهلي في الكره الطايره اللي كان تم تعيينه معد نفسي في الفريق، قدم استقالته وكتب على الفيسبوك بيقول اعتذر عن عدم قبول المهمه مع النادي الاهلي والايام ستظهر الحقائق. معرفش حقائق ايه كابتن عماد، يعني هو اصلا ملحقش يعني، ده هم كانوا تقريبا ماتشين هو اللي تواجد فيهم مع الفريق يعني، لكن قال الايام ستظهر الحقائق. وفي تصريح تاني ان احد اعضاء الجهاز الاداري هو اللي تسبب في رحيله عن النادي الاهلي. خلينا ننتظر يعني لغايه ما نشوف اللي هتظهره الحقائق يعني بخصوص هذا الموضوع. النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين هيلعب يوم السبت مع سيراميكا، ولسه سيراميكا عامل ماتش كبير جدا قدام النادي الاهلي في السوبر المصري، فمباراه اول مباراه بقى في الدوري، لكن برضو قصه اشرف داري تاني، ألم في الأنكل بقى موضوع مزعج جدا، موضوع الألام الأنكل اللي بتعاود ما بين الحين والآخر أشرف داري، هيتم عمل أشعة تاني عشان يتم تشخيص إيه المرة دي، هل هي ممكن يدخل القايمة ولا لأ يطلع بره القايمة. بصراحة بيقابله سوء توفيق غير عادي أشرف داري، يعني النادي الأهلي جايب كواليتي لعيب عالمي، راجل لعيب كاس عالم، لعيب كبير في منتخب كبير، كان بيلعب في فرنسا والكلام ده كله عشان يسد مكان منعم. من ساعة ما جه الأهلي من إصابة لإصابة، مش عارف هل ده نفسي
هو يعني في ضغوطات كتير، هو لسه مش قادر يستحمل الضغوطات دي ازاي، وبيلعب في منتخب كبير زي المغرب وكان محترف في فرنسا او ايه، انا شخصيا مش عارف لها تفكير. يعني النهارده برضو في التمرين الام في الانكل، يعني شيء غريب جدا، لكن النادي الاهلي قال ان هيجري برضو فحوصات شامله عشان يتم تحديد موقفه من مباراه سيراميكا. اما بقى الشكاوى التانيه كلها فشكاوى من الاجهاد طبعا للضغط العصبي والنفسي في ثلاث بطولات متتاليه في ضغوطات، فتلاقي في لعيبه كتير عندها اجهاد فقط لا غير، يعني زي ياسر ابراهيم عنده، بس ياسر لو تفتكروا هو خرج الماتش اللي فات ده اصابه في الالتهابات في الحوض، يعني لسه ما تحددش برضو. ايضا بالنسبه لامام عاشور عنده اجهاد عضلي، لكن امام ان شاء الله هيكون موجود. ما بين الحين والاخر معرفش هل ده بيبقى مقصود ولا مش مقصود، برضو ما زالت الحملة على امام مستمرة، انا مش فاهمها ليه. يعني بدل ما الناس، الولد بدأ يرجع وبدأ يشتغل بشكل جيد جدا في ماتش النادي الاهلي مع العين، وظهر بقى بشكل امام بجد، وخلي بالك انا مقتنع جدا 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 بالكلام اللي قاله معايا هنا كابتن عادل عبد الرحمن، هناك فارق بين امام لما كان بيلعب في الزمالك وامام لما بيلعب في الاهلي. امام لما كان بيلعب في الزمالك كان بيلعب حر بدون اي متطلبات في الملعب، لكن في الاهلي لازم يدافع ولازم يعمل واجبه الدفاعي ولازم يعمل واجبه الهجومي. عشان كده كولر شايف ان برغم حتى لما مستواه كان وحش كان برضه مصمم ان امام لازم يبقى في الملعب، لانه بيعمل له الحاجتين، دور دفاعي ودور هجومي. من بعد مباراه العين برضه ملاحظ برضه نقد عنيف قوي على امام، كلام مش عارف، انا مش عارف ليه كده، يعني ليه كده في ناس معينه ضغطه على امام بشكل غريب جدا، وتحس انه بشكل متعمد، يعني بحس انه بشكل لعب حلو برضه في ضغوطات عليه، لعب وحش برضه في ضغوطات عليه. يعني انا بالنسبه لي مستغرب الموضوع جدا. طب ولغايه امتى؟ طب ولغايه امتى؟ يعني لغايه امتى هيفضل امام كده على طول في ضغط 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 كده؟ انا مش عارف يعني، ولغايه هتخلص امتى؟ طب القصه يعني السنه اللي فاتت الختام امام ما ختمش الموسم حلو، ومحدش يقدر يقول حاجه غير كده لانه كان خلاص استهلك، لكن ما ختمش الموسم والجميع كان مقر ان امام مستواه تراجع. ابتدى في ماتش سيراميكا مستواه كان متراجع ماشي، الزمالك ها كان افضل، لكن لما العين بقى كان في نقله كانت مستوى رائع جدا جدا جدا، والاداء اللي ادى بيه المباراه واستمرار الهجوم على امام. مش عارف لحد امتى هتخلص القصه دي، يعني اتمنى انها تخلص لان ده مطلوب ان هو يبقى في مستوى عالي. المنتخب داخل بقى على مباريات مهمه، امام لعيب دولي ولعيب كبير محتاجينه، سيبك من النادي الاهلي المنتخب عايزه. فيعني بالراحه بالراحة عليه، القصة بقت صعبة جدا بصراحة. يعني أنا ممكن أستعرضها أو في الفقرة اللي جاية بعدين هستعرض لكم شوية حاجات، أنا بصراحة بالنسبة لي إيه ده؟ يعني مستغرب لها جدا جدا. بدل ما الناس تقول إن هو بدأ يرجع وبدأ خلاص يرجع لمستواه الطبيعي وإمكانياته الطبيعية وهو ده إمام اللي المفروض يبقى موجود وده المستوى اللي ماشي عليه، لا ده إحنا بنهد في إمام. معرفش. منتخبنا الوطني، كابتن حسام زي ما قلنا هنا برضو في الهدف قبل كده ان كابتن حسام عنده فكره بالنسبه للفيفا ديت القادم، عندنا كاب فيردي بره وعندنا بوتسوانا على ملعبنا ان شاء الله. كابتن حسام عنده فكره ان في كام لعيب من المحترفين بتوعنا ان هم يديهم راحه ما يستدعهمش، ويضم عناصر جديده تاخد فرصه مع منتخبنا الوطني في الفتره اللي جايه، ابرزهم مو صلاح. صلاح من اللعيبه او من ابرز اللعيبه اللي كابتن حسام بيفكر يريحه. على فكره العلاقه فيها شيء من الود والتفاهم غير طبيعي ما بين كابتن حسام وما بين صلاح، قصه فيها يعني عكس ما كانت الامور في البدايه خالص، لا ده تحس انها اتقلبت 180 درجه، قصه مختلفه تماما، فهم وود وحب وتفاهم وكل حاجه، وادوار لصلاح جوه الفريق كمان، ادوار لصلاح كمان جوه الفريق بس مش فنيه طبعا عشان دي طبعا ملك للمدير الفني الكابتن حسام. المهم فكابتن حسام من وجهه نظره ان هو شايف واحد محمد صلاح ممكن انه يريح المعسكر اللي جاي،
مرموش ممكن يريح، مرموش جاب جول برضه ما شاء الله ما شاء الله. يا جماعه لازم نركز مع الولد ده بصراحه ونديله حقه، انا شخصيا من الناس اللي لازم اركز معاها وياخد حقه مرموش. مرموش عامل يعني حاجات رائعه 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 رائعه، واتمنى يا رب ان شاء الله السنه الجايه يكون في البريمير ليج. انا اتمنى ان مرموش هيظهر قد كده 20 مره كمان. امكانيات لعيب حكايه، مكسر الدنيا في الدوري الالماني. يعني امبارح تقريبا جاب جول برضه مع انتركت فرانكفورت وماشي بشكل رائع جدا يعني. فاعتقد ان مرموش ده محتاج مننا ان احنا فعلا لازم نسلط عليه الضوء ونتابعه بشكل جيد جدا ونركز معاه، لانه يستحق. فخر لينا برضه، فخر للمصريين. كون بقى ان الكلام اللي طلع ان ليفربول بيفكر فيه ده كلام سابق لاوانه، لكن هو يستحق انه يبقى موجود في البريمير ليج، ده قولا واحدا. الدوري الالماني قوي وكل حاجه، لكن البريمير ليج حاجه تانية، الدوري الانجليزي حاجه تانية. قصه اهجله، شكرا، انا بشكركم بجد. ده الجول اللي جابه، بص بص بيعمل ايه جوه السته، ده مش جوه ال 18، ده جوه السته، انا عايز اشوفه تاني. ما هو ده الجول اللي جابه، يعني انت متخيل بيعمل ايه جوه السته؟ ايه الامكانيات دي وايه الكواليتي الموهوب ده؟ لعيب كبير 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 فعلا عمر مرموش. فده من ضمن اللعيبه اللي كابتن حسام بيفكر يريحها المعسكر اللي جاي. ممكن تريزيجيه، على فكره تريزيجيه جاب جول النهارده، كان النهارده الريان والسد، مباراه كبيره جدا في الدوري القطري عندهم. تريزيجيه جاب جول، لكن السد جاب جولين، والريان اللي هو فريق تريزيجيه خسر 2-1، لكن تريزيجيه هو اللي جاب الجول لنادي الريان وتريزيجيه كمان. لكن بقى حمدي فتحي ممكن هيبقى موجود، يعني هو مش المحترفين كلهم طبعا، لكن دول ابرز الاسماء اللي ممكن ما تشوفهمش المعسكر اللي جاي لمنتخبنا الوطني مع المدير الفني كابتن حسام حسن. من اللعيبه اللي وارد جدا تشوفها المعسكر اللي جاي رمضان صبحي. على فكره عمر ما رمضان بعد عن تفكير كابتن حسام حسن. هتقول لي بس ما هو الناحيه الشمال في تريزيجيه وفي مرموش. خلي بالك كابتن حسام من المدربين اللي بيعرف يوظف اللعيبه بشكل رائع. ما هو كابتن حسام برضه اللي وظف تريزيجيه التوظيف الجديد لما حطه في نص الملعب وخلى مرموش ناحيه الشمال. وارد جدا انك لما تشوف رمضان صبحي مع كابتن حسام وهو من اللعيبه اللي حاططها في دماغه، عايزه بس يرجع، عايز رمضان يرجع ويركز والموضوع اياه ده بقى ربنا يسهل وينتهي. هتلاقيه من العناصر اللي كابتن حسام هيبقى موجود وهيديها دور كبير في منتخب مصر. فوارد جدا انك تشوف رمضان صبحي، وارد جدا انك تشوف طاهر محمد طاهر. اي والله وارد جدا انك تشوف طاهر محمد طاهر بعد ادائه اللي تطور كتير جدا مع النادي الاهلي في اخر مباريتين. اسماء كتير، حسام عبد المجيد على فكره برضه من الاسماء اللي وارد انك تشوفها المعسكر الجاي. هتشوف اسماء جديده كده كده، كابتن حسام هيضم اسماء جديده وهيدي فرص بقى اللعيبه ما كانتش بتاخد، لكن موجوده بس ما كانتش بتاخد. وهو شاطر جدا 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 في الحته دي، كابتن حسام شاطر جدا حته ان هو بيعرف يدخل لعيبه المنتخب الاولمبي مع اللعيبه الاساسيه، بيلعب لعبه حلوه قوي قوي قوي. وشفنا لغايه دلوقتي 5 لعيبه لعبوا من المنتخب الاولمبي، شفنا احمد عيد، شفنا ابراهيم عادل، شفنا محمود صابر، شفنا مين تاني، يعني شفنا اكتر من 4-5 لعيبه لعبوا مع حمزه علاء اتخذ المنتخب، شفنا اسامه فيصل هو الفرود الاساسي الماتش اللي فات، هو كان الفرود الاساسي. هو شاطر كابتن حسام في الحته دي، بيعرف ايه يوصل الامور ببعضها. فاعتقد ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في الفتره اللي جايه. النهارده كده يعني على الظهر كده لقينا خبر بيقول ان اتحاد الكوره، مصدر يعني في اتحاد الكوره كالعاده، يعني ما حدش يقول لك مين بس يقول لك مصدر، قال لك ان التقرير الخاص بمباراه الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري نسيناه هناك. نسيتوه فين؟ نسيناه هناك في الامارات. انسيتوه فين؟ قال لك اصل المراقب نسيه هناك. المراقب نسيه هناك؟ يعني ايه نسيه هناك؟ وفي حد بينسى شغله؟ في حد ينسى شغله؟ حتى يعني اما اجي اقول مثلا يعني اما اقول اتنسى يعني ايه اتنسى؟ فقال لك احنا طلبنا بقى ايه من لجنه المسابقات يكتبوا لنا تقرير تاني. شيء غريب جدا، انا مش قادر اتخيل يعني هكذا تدار كره القدم؟ يعني هكذا تدار كره القدم ان تقرير قال لك اتنسى هناك؟
وهنكتب تقرير تاني وان كل شيء هيتكتب برضه ومش عارف ايه وبكل الوقائع اللي حصلت و و و والكلام ده كله. ماشي. بعدها مفيش بساعتين قال لك عقوبات مباراة الزمالك وبيراميدز. عقوبات مباراة الزمالك وبيراميدز. قال هو مش التقرير اتنسى؟ هو مش التقرير اتنسى؟ اتكتب على طول؟ وايه لازمة ان انا اطلع خبر زي ده؟ او ان مصدر يطلع يقول اصل التقرير اتنسى؟ ما نسكت. السكوت ساعات بيبقى جميل وحلو وبيحل مشاكل كتير جدا. لكن هو في الاصل ما قالولناش يعني هو يعني هو في الاول والاخر اتنسى ولا ما اتنساش؟ ما هو انا عايز اعرف اشمعنا بعد الخبر ده ما طلع بساعتين طلعت العقوبات. المهم عقوبات 20,000 جنيه على جمهور الزمالك للسباب. ايقاف ثلاثي الزمالك الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكوره، مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا 4 مباريات وتغريمهم 20,000 جنيه كل واحد وفقا للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر. يعني العقوبة دي خاصة ببطولة السوبر فقط لغير. الزمالك مسكتش وقال لك لا ده احنا هنستأنف على القرار ده. نادي الزمالك قال ان احنا هنستأنف على القرار اللي طلع من خلال ساعات قليلة بخصوص العقوبات على عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي، وقال ايضا ان احنا بالفعل قدمنا استئناف ده نادي الزمالك على الاتحاد بخصوص عقوبات الاتحاد الافريقي الغرامة ال 300,000 دولار اللي هم ال 200,000 دولار وال 100,000 دولار المعلقة الخاصة بمباراة السوبر ما بين الاهلي والزمالك. لكن الزمالك استأنف على دي، لكن دي قال لك اللي هي الاخيره دي بقى بتاعت السوبر المصري قال لك احنا برضه هنستأنف على هذه القرارات. يعني بعض بيقول لك هو يعني ليه اتحاد الكوره خد قرارات بالنسبه لمباراه السوبر ان هي مش تعدي، لان التعدي على احد منظمي المباريات بتاخد 8 مباريات. ده الجدال اللي شغال، فهنشوف دلوقتي انا مش هنسكت يعني عن الموضوع ده، هنعرف اتحاد الكوره ايه السبب ان هو خد العقوبه من وجهه النظر دي مش وجهه نظر اللي هي التعدي على احد منظمي المباراه. لكن عموما دونجا ومصطفى شلبي انضموا لتدريبات الزمالك خلاص. جوميز كان موجود في المران، الاثنين شاركوا ودخلهم التمرين. كابتن احمد سليمان عمل جلسه مع اللعيبه ومع المدير الفني وطلب منهم ان هم بذل كل الجهد مع كل ان هم يبذلوا كل الجهد في مباراه البنك الاهلي بكره في بدايه مشوارهم في الدوري. هل وارد ان بكره يبقى فيه تغييرات في تشكيل الزمالك؟ اه وارد جدا ان انت تشوف عمر فرج بكره، وارد جدا ان انت تلاقي عمر فرج موجود بكره مع نادي الزمالك في ماتش البنك الاهلي. يعني وارد ان جوميز ممكن يعمل بعض التعديلات على تشكيل الزمالك، وارد ان انت تشوف محمد حمدي في مركزه الجديد. هتقول لي يعني هيقعد بنتايك؟ لا مش هيقعد بنتايك، هو في الفتره الاخيره كان بيدرب محمد حمدي اللي هو جاي من ام بي باك ليفت على انه يلعب طرف شمال. طرف شمال هنشوف جوميز هيتعامل ازاي مع مباراه بكره، خاصه وان نادي الزمالك حتى اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها لم يعلن قائمه مباراه بكره امام البنك الاهلي على غير المعتاد. عندي خبر حاولت اعرف السبب، يعني حاولت اعرف السبب فيه وهو سبب استبعاد رمضان صبحي بكره من مباراه بيراميدز مع بتروجيت. يعني حاولت اعرف ايه السبب ان رمضان صبحي مستبعد بكره. وعلى فكره مش رمضان بس، هو رمضان واحمد توفيق ودودو الجباس، لكن انا بالنسبه لي شغلني رمضان. ده رمضان في السوبر كان كويس جدا وكان بيأدي بشكل هايل. هل في اصابه؟ هل في ايه؟ يعني حاولنا وبنحاول ما زلنا برضو بنحاول نتواصل مع حد من نادي بيراميدز عشان نعرف ايه السبب الرئيسي في استبعاد رمضان صبحي من مباراه بكره. بخصوص نادي الاسماعيلي بقى، الاسماعيلي قصته مع نادي النجوم.
نادي النجوم متشبث بالحكم اللي واخده وعايز الفلوس او العقوبه. نادي الاسماعيلي قال لك انا يعني احنا على فكره اجرينا اتصالات بالمسؤولين في النادي الاسماعيلي قبل الهوا مباشره، بلغونا ان هم مش عايزين يتكلموا في هذا الموضوع، خاصه ان هم داخلين على مباراه كبيره وبدايه الدوري الممتاز دلوقتي، وهيحاولوا يشوفوا حل للقصه دي، لكن هم مش عايزين يدخلوا في جدال حوالين هذه او حوالين هذا الموضوع إلا بعد انتهاء المباراة القادمة أمام فريق غزل المحلة في بداية الدوري نايل. العقوبة على فكرة يعني بجانب أن الإسماعيلي متعاقب بفترتين قيد، ده العقوبة كمان لو الإسماعيلي دفعش فترتين قيد كمان. أنت متخيل الإسماعيلي ممكن يقعد له سنتين ثلاثة ما بيأيدش حد. فصعبة جدا، لكن هنشوف الأمور هل تنتهي بالود ما بين نادي النجوم ونادي الإسماعيلي. ونادي الاسماعيلي زي ما قلت لحضراتكم مش عايز يتكلم في هذا الموضوع، قال لك مش عايزين نخرج عن تركيزنا في خصوصا قبل مباراه افتتاح مبارياتنا في الدوري. مباراه غزل المحله هتبقى يوم السبت الساعه 5 في استاد الاسماعيليه. طيب نروح ل عبد القادر. على فكره عبد القادر سجل النهارده، عبد القادر ما شاء الله تحس ان نفسه اتفتحت على الكوره من ساعه ما راح قطر، يعني ما شاء الله بيأدي بشكل كويس جدا مع فريق قطر القطري اللي هو معار ليه من النادي الاهلي، وفازوا النهارده 2-1. هو سجل الهدف الاول لنادي قطر القطري بعد ما فازوا النهارده. عبد القادر سجل في الدقيقه 4 من ركله جزاء، وسجل زميله الياس الهدف الثاني، وكان نادي الخور كان اتعادل في الدقيقه 83. قلت لكم ان تريزيجيه جاب جول. فيتوريا بقى مدير فني لنادي باناثينياكوس اليوناني، وقع نادي باناثينياكوس اليوناني النهارده عقد مع روي فيتوريا مديرا فنيا للفريق. طبعا دي اول خطوه لفيتوريا بعد ما تم اقالته من تدريب منتخبنا الوطني. زي ما حضراتكم عارفين ان اخر مباراه في الفتره دي كانت هتتلعب على استاد القاهره هي مباراه النادي الاهلي والعين، المباراه الكبيره اللي شهدت الاستاد في اجمل واعظم واجمل صوره الواحد شافها لاستاد القاهره من كتير. من كتير بجد يعني. يعني سواء تنظيميا او الاستاد في شكله الجميل او ارضيه الملعب او المدرجات او كل حاجه، يعني هو الاستاد كان تحفه يومها، تحفه بجد. كانت آخر مباراة لازم يتقفل الاستاد علشان يتم زراعة البذرة الشتوية، والكلام ده هيستغرق قد إيه؟ هيستغرق 3 أسابيع. فتلات أسابيع بقى عندك كل الأندية اللي بتلعب على استاد القاهرة كل واحد يشوف له ملعب بما فيهم الأهلي والزمالك. يعني أبص المنظر أنا مش ممكن، ده حاجة عظيمة، حاجة عظيمة بجد. يعني منظر استاد القاهرة في شكله، إحنا كنا فعلا استاد رعب استاد خيالي، خيالي بجد. يعني لقطات ممتعه، يا رب دايما كده يفضل الاستاد كده على طول والجماهير تملاه كده على طول، ونستمتع بكره القدم المصريه الجميله الاجمل والاحلى في كل المنطقه، في كل المنطقه بلا جدال وبلا خلاف. دي اللقطات اللي بوريها لحضراتكم دلوقتي بقى بتتشال النجيله دلوقتي اللي موجوده دي اللي حاليا اللي كنا بنلعب عليها، واخر حاجه كانت الاهلي والعين، وهنبدأ بقى ايه نحط البذرة الشتوية اللي هتستغرق زي ما قلت لكم 3 أسابيع، ونرجع بقى كل اللي بيلعب على استاد القاهرة يرجع يلعب تاني بقى على النجيلة تكون أفضل وأحسن وأجمل كمان من الأول. السنة اللي فاتت حصل شوية كده كلام كده على أرضية الملعب، وكولر انتقد، وبعد كده يعني الموضوع بين الأستاذ وليد عبد الوهاب واتلمت الدنيا، فالراجل من أولها قايل هنلعب ماتش الاهلي والعين وبعد كده ستوب، هنزرع البذره الشتويه وبعد كده نكمل بقى عليه بقيه الموسم ان شاء الله.
لازم نحافظ عليه طبعا استاد القاهره ده لازم. عندنا برضو منتخبنا وعندنا ماتشات كتير جدا الفتره اللي جايه خاصه بالمنتخب، يعني حتى بعد ما نخلص كاس الامم عندنا في كاس العالم تصفيات كاس العالم والكلام ده كله، فاحنا محتاجين طبعا استاد القاهره، الاهلي والزمالك محتاجين استاد القاهره عشان تشامبيونز ليج بالنسبه للاهلي والكونفدراليه بالنسبه للزمالك، فطبعا محتاجين استاد القاهره عشان الجماهير وعشان نستفيد من استاد القاهره. ده كل اخبارنا تفاصيلنا، تعالوا بقى ايه نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع بقى لحوارنا. عندنا حوار مهم جدا 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 يخص كل ما يدور في الكره القدم المصريه في الفتره الاخيره وفيما ايضا احداث فيما هو قادم. بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا ونبدا حوارنا وكلامنا. برحب بحضراتكم بعد الفصل ونبدأ حوارنا. الدائرة المستديرة اللي تعودنا عليها كل أسبوع تكون موجودة عشان نناقش موضوعات كتير وموضوعات مهمة جدا تهم حضراتكم، لكن في البداية أرحب بضيوفي الأعزاء. أستاذ ماهر غريب منورني يا فندم. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا المشاهدين الكرام، سعيد أنا مع حضرتك. أستاذ علاء عزت، أهلا بك أستاذ علاء. أستاذ محمد حبيبي وحشنا، شرفني. الله يخليك وسعيد جدا أكون معاك دايما. لأول مرة بقى الأستاذ رامي رجب منورني. ربنا يخليك يا أستاذ محمد، سعيد أن أكون موجود معاك ومع نجوم النقد الرياضي أستاذ علاء. أستاذ شرفنا وجودك طبعا يا رامي. أهلا وسهلا، وهبدأ بما انتهينا به الحلقة السابقة ما بين الأستاذ ماهر وبين الأستاذ علاء. أستاذ علاء عزت لا يعترف بمكسب ركلات الترجيح، وقال كده على الهوى في الحلقه. استاذ ماهر قال له لا ده مكسب، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. حاليا اعترفت بمكسب ركلات الترجيح ولا لا؟ اه طبعا اعترفت خلاص. لما الاهلي يكسب بركلات الترجيح اعترف طبعا. تعترف على طول؟ اه طبعا. لما الاهلي لكن الاهلي يخسر بركلات الترجيح الماتش خلص 1-1. تعادل، خلص تعادل 1-1. اه طبعا. عايز ايه بذمتك؟ ده فير، ده فير، ده منطق بيتكلم بيه يعني؟ انت موافق على المنطق ده؟ لا يا بس كان ربنا كان عايز يعمل العداله يعني وربنا عادل على طول. على لا طبعا لا مش عايز يعني ربنا عادل على طول طبعا. طبعا زمالك يعني ان يدي اثاره، يدي متعه اكتر، ان المباراه ما تنتهيش في وقتها الاصلي وناخد مزيد من الاثاره والمتعه. وزي ما ركلات الترجيح كانت منصفه للزمالك في السوبر الافريقي انه كانت ليه الافضليه، انصفت النادي الاهلي ان هو كان ليه الافضليه المطلقه في مباراه السوبر المصري. مطلقه طبعا. ماشي اوكي، كمل كلامك. فبالتاكيد بالتاكيد انا شايف ان ضربات الحظ في المرتين كانت عادله جدا 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 يعني. لكن اعترفت بيها انها بتحسم بطولات تحسم بطولات لكن التعادل هي طبعا النتيجه في النهايه تعادل، هي تحسم بطولات بس تحديد بطل. لكن مكسب بطل. مكسب طبعا مكسب، مش انت ما كنتش معترف انه مكسب. لا لما الاهلي يكسب بعترف انه مكسب. لما الاهلي يكسب انت تعترف. في الحاله الوحيده بس غير كده لا. لا 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 تعترف بيها، يبقى تعادل. تعادل طبعا. راضي بالكلام ده؟ لا طبعا. لا طبعا ارضى ازاي يعني؟ مش راضي طبعا. اكيد المباراه سواء اهلي زمالك اي فريق في العالم، ركلات الترجيح اللي اتوضعت في القانون حتى اسمها ركلات الترجيح، هي مش ضربات جزاء، هي ركلات جزاء الترجيح عشان ترجح كف على كف على اساس ترجيح مين الفائز ومين البطل ويحصل الكلام ده. ويمكن ضربنا مثل في الحلقه الماضيه، ضربنا مثل بنهائي كاس العالم في قطر 2022 ما بين الارجنتين وفرنسا. مظبوط. المباراه بعد التعادل 3-3 اتحسمت بركلات الترجيح. هل نقدر نقول ان فرنسا ما خسرتش من الارجنتين؟ لا لا لا، بس النتيجه تعتمد ايه رسميا؟ النتيجه تعتمد فوز الارجنتين بركلات الترجيح. لكن في السكور شيت تعادل، حسب تعادل. سكور شيت لمين؟ السكور شيت بتاع المباراه لما تيجي مثلا تحسب لقاءات الاهلي والزمالك توتال المباريات اللي بضربات الرجعه بتتحسب تعادل. تعادل ازاي؟ لا يعني انا اقدر اقول لو الاهلي والزمالك مثلا يعني مثلا اطلع اقول مثلا دلوقتي اقول ان الاهلي كسب 10 والزمالك كسب 6
وماتش هنا بركلات ترجيح ماتش السوبر ما يتحسبش للزمالك. خلاص يحسبوها هم لازم يحسبوها. لازم يحسبوها. هيتحسب للزمالك يبقى 7 ويتحسب للاهلي يبقى 11. بص محمد لا هي بتتحسب لكن 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 في السكور شيت بتحسب ايه السكور شيت؟ انا عايز اقول نتيجه نهائيه. النتيجه مباراه السوبر الاخيره. استاذ علاء بعد اذنك الكلام ده مش موجود. وتم اللجوء. بعد اذنك الكلام ده مش موجود. لا موجود. الكلام ده في قانونك انت. لا مش قانوننا. لا في قانونك انت. لا لا لا. لعلمك انا منتظرك ما ينفعش انت ما كنتش معترف بالفوز بركلات الترجيح فكنت مستنيها لك يعني انك تيجي. لا وقال كمان قال كمان ان جوميز ما تفوقش على كولر لانه لما بالفوز الثاني اللي كان في كاس السوبر الافريقي جوميز في 3 مواجهات 2 لجوميز وواحده لكولر قال لا هي التعادل 1-1 لا الان الصحيح هم 2-2 كل مدرب منهما تفوق على الاخر في مباراتين. بس انا وماهر تفوقنا في التشكيل بصراحه. لا استاذ ماهر هو اللي قال التشكيل صح انت. لا انا قلت 11 انا قلت لك مركز واحد فقط قلت لك اكرم توفيق. انا قلت 10 قال ان طاهر هيبدا. انا اللي قلت قلت زياد قلت زياد كمال هيبدا. زياد كمال هيبدا في الزمالك. محمد طيب استغرب قلت لك زياد كمال قال لي هيلعب وناصر ماهر يلعب على الشمال. قلت حسين الشحات وطاهر ايوه وقلت تاو لا وقلت تاو مش هيبتدي. لا انت قلت على وسام ممكن وسام يلعب لو جه ويلعب. لا ما لو طاهر لعب مستحيل. لا واكد ان وسام يلعب بس ان تاو اللي هيقعد وطاهر تاو هيلعب حسين الشحات وطاهر وعمر كمال واكرم. انا قلت بس الفكره الباك رايت وقلت الاقرب هيكون اكرم توفيق. ندخل في الجديد واروح لرامي. رامي النهارده صحينا كده الصبح اتحاد الكوره بيقول لك احنا مش لاقيين التقرير بتاع ماتش الزمالك وبيراميدز اختفى واحنا نسيناه هناك وبعدها بساعتين لقينا القرارات طلعت. الله هو اتنسى ولا ما اتنساش؟ طيب خلينا نبدا بس يا استاذ محمد نعرف المشاهدين ازاي التقرير بيتبعت لاتحاد الكوره بعد كل مباراه. في بعض الاوقات ممكن يتبعت التقرير من خلال السيستم اللي الخاص باتحاد الكوره ممكن تبعته عن طريق الواتس ممكن تبعته عن طريق الايميل. تمام. ده المتبع في جامعة البطوله دي بطوله خاصه وكان موجود فيها الحاج عامر حسين كعضو مجلس اداره والمشرف العام على لجنه المسابقات فبالتالي تم تسليم المراقب بعد انتهاء المباراه. انت بيدون في اجنده او بيدون مراقب المباراه كان الكابتن محمد ياسين. تمام صح كده. هو بيدون طبعا اثناء المباراه بيدون كل شيء وبعد كده بعد المباراه بساعه او ساعتين بيكتب تقريره وبيسلمه اوكي لاتحاد الكوره. بالفعل تم تسليم التقرير هناك في تم تسليم التقرير لمين؟ للحاج عامر والناس اللي كانوا يعني الحاج عامر هو اللي نسيه؟ انا يعني حته نسيه او يعني انا بص انا تواصلت مع احد اعضاء مجلس الاداره النهارده هو قال لي لا التقرير موجود ازاي اتنسي وحاجه في حاجه تتنسي يعني ما هو الخبر طلع مصدر من اتحاد الكوره ان التقرير اتنسى في الامارات وطلبنا من مراقب المباراه يكتب تقرير تاني. كده 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 مكتوب يا استاذ محمد. بمعنى ايه؟ طب ايه لازمه ان يطلع يقولوا كلام زي ده؟ ما هو المعلومه ده اللي انا بتكلم عليه. المعلومه وصلت من لواحد يعني لاحد الصحفيين ان في كذا كذا فبدات في جدل كبير جدا. طب التقرير راح فين؟ طب التقرير انا كلمت احد اعضاء المجلس وهم كانوا مجتمعين النهارده كانوا قاعدين في اتحاد الكوره. قال لك ايه؟ قال لي يعني هل احنا بنلعب في دوره رمضانيه عشان التقرير يضيع؟ وبعدين في حاجه كمان ما مش احنا اللي قلنا. ايوه انا بقول لحضرتك انا بكلمك بقى عشان انا كصحفي عاوز اتاكد من المعلومه هل دي صحيحه ولا غلط. ايوه قال لي بالظبط كده. قال احنا بنلعب في دوره رمضانيه عشان التقرير بتاع المباراه يضيع. ثانيا والاهم ما هو في نسخه ثانيه موجوده اصلا كده كده مع المراقب. نفترض المراقب ضيع التقرير. نفترض ان اتحاد الكوره ضيع التقرير ونسي التقرير في الامارات. هو المراقب مش موجود؟ موجود طبعا بيكتبه يعني حتى لو الموضوع ده من الاساس ما فيش حاجه اسمها كده يا رامي. انا بقول لحضرتك انا بتكلم على من الاساس. انا لو في حاجه اسمها كده في حاجه لو هي ضاعت في مشكله كبيره 25. ايوه ما هو لو الموضوع فعلا التقرير ده ضاع ده مشكله كبيره جدا طبعا. بس انا شعرت وانا بتكلم مع ان في مشكله يعني انا بمنتهى الامان حسيت ان في مشكله. طبعا حسيت ان في مشكله وتواصلت برضو مع مصدر موثوق تاني. قال لك التقرير كده كده احنا هيتبعت لنا تاني هيتكتب تاني هي موجود معانا يعني التقرير كده كده موجود معانا ماشي هيتكتب تاني. طب ليه النهارده بقى ليه بقى اعلنوا العقوبات؟ ليه بقى اتحاد الكره الفتره اللي فاتت دي الازمه اللي تعرض لها ثلاثي الزمالك في الامارات كانوا عاوزين يهدد الدنيا شويه على اساس انت عارف برضو ما ينفعش تعلن عقوبات وفي عندك ثلاثة من الزمالك عندهم مشكلة فالشكل ما كانش هيبقى حلو لو أعلن العقوبة. يعني تخيل كده واسمحوا هم موجودين في الإمارات وعندهم مشكلة تمام. لو اتحاد الكرة أعلن العقوبات بتاعتهم دي الرأي العام كان طبعا هتبقى هيحصل مشكلة تمام. فهم كانوا منتظرين إن الأزمة تخلص وبعد كده كان في عقوبة أو كان هيبقى في عقوبة. وليه مباراة السوبر هيتم توقيع العقوبة في مباراة السوبر بس؟ ليه؟
وفقا للائحه 35 من لائحه اتحاد الكوره ان الـ العقوبات الخاصه بكل بطوله بتطبق على حاجه. طب امتى يا استاذ محمد العقوبه دي توقع على اي حاجه؟ لو كانت عقوبه انضباطيه من داخل لجنه الانضباط، لجنه الانضباط لو تم احاله الواقعه لجنه الانضباط وتقرير المراقب، ليه؟ تقرير المراقب رصد الواقعه بالحرف كتب فيها كل التفاصيل الخاصه بالواقعه، لو تم احاله الواقعه للجنه الانضباط برئاسه المستشار الجليل محمد شيرين فهمي كان هيتم توقيع العقوبه، ومنذ اعلان العقوبه هيتم توقيعها بقى، جاي في ماتش دوري هيتوقف اللعيبه دي، جاي في ماتش كاس كان هيتوقف اللعيبه. طيب ممكن ليه انا عايز اعرف ليه اللي تم توقيع ما تمش توقيع العقوبه على ان هي تم الاعتداء على فرد من افراد منظمين المباراه؟ دي بند مختلف عن البند اللي انت بتتكلم عليه، البند ده 8 ايقاف 8 والبند اللي اتاخد بيه ايقاف 4. بص بص يا استاذ محمد، اللي حصل التقرير او العقوبه اللي بتم توقيعها بناء على تقرير، التقرير وفقا للتقرير اللي مكتوب، هل التقرير كتب ان كان في عنف شديد او في شرط عنف هو اعتداء على احد منظمي المباراه؟ بتختلف وبعدين في الاخر برضو الموضوع بيرجع لرؤيه لجنه المسابقات، اه بتطبق القانون والمفروض انت تطبق اللائحه اللي عندك سواء في تمام المباريات او غيره، دي المفروض تطبق اللائحه. طب خلينا نرجع شويه كده لو سمحت، مش عاوز بس اطول، موضوع جوميز مثلا هو فين اللي حد مباراه الزمالك والمصري تم تسليم العقوبه لاتحاد الكوره ورجعت تاني؟ لا تم تسليمها دلوقتي وموجوده دلوقتي في اتحاد الكوره. تم تسليمها النهارده؟ تم تسليمها خلال الايام اللي فاتت. ما طلعتش ليه؟ لحد الان لسه اتحاد الكوره لم يعلن. طب ومباراه الاهلي وبيراميدز؟ نفس الموضوع، تم تسليم العقوبه بتاعت الاهلي وبيراميدز ومن حوالي اسبوعين، فكان اتحاد الكوره لجنه الانضباط بتسلم اتحاد الكوره العقوبه والمنوط باعلانها هو اتحاد الكوره، يعني دايما بتواصل مع اعضاء لجنه الانضباط، قال احنا مش منوطين، احنا بنسلم عقوبه والمفروض اتحاد الكوره بيعلن. يعني مباراه الاهلي وبيراميدز تم تسليمها من اسبوعين، اتخذت من اسبوعين واتحاد الكوره ليه اتحاد الكوره ما اعلنش؟ قال لك خلاص هنجا ننتظر لما الموسم الحالي يخلص. لا ننتظر العقوبه بتاعه جوميز لما يحددوها وبعد كده هيتم الاعلان على العقوبتين مع بعض. طيب هروح للاستاذ علاء عازب، ايه رايك في الكلام اللي قاله الاستاذ رامي؟ يعني النهارده عشنا كوميديا سوداء، كوميديا سوداء هزليه يعني. يعني لو رامي كان يعني انا طبعا بثق في كلام رامي جدا، طب طالما ان التقرير موجود ليه تم الاعلان على العقوبه بعد 3 ساعات من تداولها اعلاميا؟ مظبوط ليه؟ مظبوط. طب يعني وايه يعني وايه لازمه ان حد يطلع يقول اصل التقرير مش موجود؟ ماشي التقرير نسيناه هناك. يعني طب ثواني، طالما التقرير موجود واللائحه موجوده لماذا يتم الاعلان عنها؟ وزي ما بتفق مع رامي ان هم ممكن يكونوا خدوا جزء انساني ان هم ما ينفعش يطبقوا عقوبه على لعيبه الزمالك. وبيني وبينك ده صح، وهم موجودين. طب لعيبه الزمالك رجعوا امبارح، كان ممكن جدا يعلنوا العقوبه النهارده الصبح الساعه 12 الظهر، الساعه 1 الظهر، 2 الظهر، 3 الظهر، اخر ميعاد لاغلاق الاتحاد 3 الظهر، خلاص مع اغلاق موعد الاتحاد خلاص يعلنوا العقوبه. ليه العقوبه تطلع بعد 3 ساعات من تداولها عالميا؟ من تداولها عالميا. طيب ليه اتحاد الكوره ما بادرش فور الاعلان الشهري الساعه 3 العصر او الساعه 2 الظهر؟ ليه اتحاد الكوره ما بادرش بنفي الامر ده وقال ان خلال ساعه في اجتماع معقد حاليا وقرار تطلع خلال نص ساعه او ساعه؟ مظبوط. طبعا اتحاد الكوره اجبر على اعلان العقوبه النهارده بعد تداولها عالميا. اجبر؟ طبعا. مين اللي اجبر؟ طبعا السخريه والسوشيال ميديا. السوشيال ميديا. السوشيال ميديا النهارده اتحاد الكوره النهارده يعني انا اسف في التعبير يعني النهارده كان مستباح جدا، مستباح للسخريه والتطاول والتشكيك في الزمم والتشكيل في كل حاجه. دي حاجه يعني انا التوقيت بحط عليها علامه استفهام، توقيت ان هو يطلع بعد 3 ساعات يعني الساعه 5 كان الاستاذ احمد عباسط اللي هو اللي اتكلم على القضيه دي اتكلم عنها الساعه 5، الساعه 8 3 العقوبات. تاني حاجه بتكلم على اللائحه، يعني انا بقول اللائحه دي 4 مباريات وفقا لسوء سلوك. سوء سلوك. طيب اذا كان سوء سلوك لماذا تم القاء القبض على لاعبي الزمالك طالما هي سوء سلوك في الملعب؟ والتهمه اللي وجهت لهم رسميا من قبل جهه التحقيق في دوله الامارات لاستخدام العنف. تمام. استخدام العنف والاعتداء، الاعتداء ده يخش في بند تاني او شريحه تانيه من العقوبات اللي هي 8 مباريات، و8 مباريات كانت لازم يطبق على كل البطولات. يعني لازم كان لعيبه الزمالك دي مدير الكوره والاثنين لعيبه دول هيوقفوا اول 8 مباريات محليه سواء دوري او كاس او سوبر او اي حاجه. انا شايف ان اتحاد الكوره برضو بنفس نظريه رامي ان اتحاد الكوره كان
يعني خدته العاطفة ناحية لعيبة الزمالك. أستاذ ماهر غريب، شوف علامة استفهام كبيرة حوالين مسألة ضياع التقرير ومسألة العقوبات اللي تم إعلانها. مبدئيا المباراة كانت يوم 20 مظبوط، يعني بنتكلم النهاردة في 11 يوم مظبوط. لو التقرير ضايع هيبقى ضايع من 11 يوم ولا ضايع من امتى ولا تسلم وحد خده وما جابوه يعني في لغز. بس رامي قال لحضرتك ان هو اتحاد الكرة يعني الظروف اللي كانت فيها لعيبه الزمالك ما كانش ينفع يطلع العقوبات في ساعتها. يبقى معناها ان العقوبه دي تم اتخاذها منذ عده ايام غالبا بعد انتهاء مباراه نهائيه وارجاء اعلانها وارجاء اعلانها لحين نشوف موقف الثلاثي ده هيحصل ايه بالظبط. أنا ده, ده 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 الأقرب بالنسبة لي، لأن ما حدش يفهمني اتحاد الكرة اليوم اجتمع ودرس وشاف التقرير وبعدين راح جاي واخد العقوبة. لا، العقوبة في الغالب إن لم تكن اتخذت قبل المباراة النهائية بيوم أو بيومين اتخذت بعد المباراة النهائية مباشرة، ولكن توقيت الإعلان زي ما قال الأستاذ رامي نظرا لمراعاة ظروف اللاعبين والاتحاد محق في ذلك، والاتحاد لو أعلن العقوبة واللعيبة في الظروف اللي كانت فيها كان هيبقى أمر صعب جدا وهيوجه لهم كتير للاتحاد. ولكن وده على فكرة كان صح طبعا كل الناس مأيدة كده، على فكرة كل الناس مأيدة كده، ولكن عشان كده تم الإعلان النهاردة بعد 24 ساعة من عودته. بقى اتعمل هو غريب شوية، أسلوب غريب لكن هو ده اتحاد الكورة. قول لي وإحنا مع بداية موسم إيه اللي مش غريب حصل؟ في حاجة حصلت بشكل طبيعي. احنا اول مباراة بالامس اول مباراة يتأخر انطلاقها 8 دقايق عشان سمعت الحكم حمادة القلاوي. لا معلش، ده احنا جماعة لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عايزين ايه في الموسم؟ الناس اللي حبص على ان احسن حاجة في الموسم انك تركز على جدول المباريات ومفيش تأجيلات، دي اقل جزئية في المسابقة اللي احنا شغالين بالنا بيها اعلام واحنا بنقع في الفخ ده، عشان دي اللي احنا مركزين فيها كتير. لا مركزين عشان دي اللي بنعاني منها بقالنا سنين طويله. يعني ايه مسابقه؟ مسابقه يعني مش انتظام. ده الدوري ده اقل شيء، وانتظام المسابقه ده وجدول ده اقل شيء، اقل شيء انت ممكن تعمله. اول حاجه لائحه واضحه تطبق على الجميع، ما يبقاش فيها عنصر بيتم مجاملته على حسب الموقف وعلى حسب القوه والنفوذ سواء داخل الاتحاد او خارج الاتحاد. صح. ده كلام لازم نتفق عليه. بس عايزين موسم منتظم وموسم تتحقق فيه العداله من اول النادي الاول حتى النادي الثامن عشر، يبقى يا جماعه في لائحه واضحه وبتطبق على الجميع. نفسي في حاجه العقوبات اللي هي ب 10,000 جنيه و 20,000 جنيه دي خلاص. ايه ده؟ هو كان في تغليظ للعقوبات؟ لا لازم تغليظ، بمعنى تغليظ عشان لو غلطت مره هفكر مليون مره. خلي بالك العقوبات دي إيه؟ لكن 10 و 20,000 و 15,000 الكلام ده كارثي. يعني عقوبه الزمالك النهارده هي والعدم سواء طبعا. دي خاصه بالسوبر بس هي والعدم سواء. يعني احنا لسه كنا بنتكلم ان يعني يختار من يعيش، يختار من يعيش. مفيش عقوبه اصلا. محمد ابراهيم كان بيلعب مع سيراميكا كليوباترا السوبر اللي فات، تعرض للطرد وخد عقوبه 3 مباريات. انت اللي البنك الاهلي ممكن ما يلعبش في المباراه الثالث والرابع الموسم الماضي، ودلوقتي هو في البنك الاهلي ان شاء الله. اذا الاهلي كان اهلي ممكن ما تروحش اصلا. ممكن بقول لك يعني دي، واذا كان ماهر استاذ ماهر قال لك كلمه، قال لك العقوبات دي هي ولا عدم سواء طبعا. يعني هي مالهاش لازمه. هي انا شايفها بجد، يعني انا مش عايز اقول بس لفظي، لكن انا شايف ان اتحاد الكوره كان رحيم جدا 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 بلعيبه نادي الزمالك، رحيم جدا وداس على العداله فيها. بس في حاجه برضه، واذا كان ماهر قال ان مستغرب قوي ان 11 يوم عشان يتم اعلان العقوبات دي، انا بقول لماهر ان في عقوبات من السنه اللي فاتت لحد دلوقتي ما حاولش فيها، وده اللي خلى النهارده احد اعضاء جمعيه العموميه في النادي الاهلي يروح يرفع دعوه قضيه على مروان محسن. طب على فكره مروان حمدي، مروان حمدي اسف. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا كان ليا لقاء هنا مكالمه هاتفيه مع احد اعضاء اتحاد الكوره من اسبوعين، وقال لي بالنص كده لن تبدا بطوله الدوري العام الا بعد اعلان عقوبات الموسم الماضي تماما وتبقى واضحه لكل الناس وكل الجماهير. مش حصل دي المعلومه اللي كانت عندي، فحصل هي بعد الصوت. مش معلومه ده، لا ده هم ده المكالمه هنا في البرنامج على الهواء. العقوبات دي كانت تتعلن قبل بطوله السوبر، فكانت هتحصل مشكله. ليه؟ لو تم اعلان العقوبه قبل ماتشات السوبر دي كانت اللعيبه ولا جوميز كان هيكون موجودين، اللي هي عقوبه انضباطيه. احنا قاعدين مرتعشين، فبالتالي تم تاجيل الموضوع. احنا ليه مرتعشين كده؟ اهي جت مشكله ثانيه بوظت، اجلت لك دي والدوري الجديد بدا. هل انت دلوقتي، انا هسال سؤال بس لحضراتكم كلكم، هل ينفع دلوقتي بعد الدوري ما بدا اجي اطلع عقوبات السنه اللي فاتت؟ لا طبعا الموضوع صعب. هو الاتحاد اصلا ماشي صعب جدا. ده الاتحاد هيمشي، فهيتقفل يعني هيخليها ل 10 ديسمبر؟ لا الاتحاد خلاص، الاتحاد لو ما فيش عقوبات طلعت
خلاص العقوبات انتهت خلاص. لا لازم تطلع. لا هتطلع هتطلع مهما تاخرت هي هتطلع. هي تسلمك. ايوه لازم انت تيجي توقف مدرب بدا الموسم الجديد. اوقفه على عقوبه سنه فاتت. في عقوبه توقف لعيب في بيراميدز على سنه فاتت وهو لعب اول مباراه مثلا بكره. المشكله يا استاذ محمد باصر راجع يا استاذ يعني هو يعني ما تبقاش عداله. مفيش عداله مفيش عداله. ليه بقى؟ لان مثلا الزمالك على سبيل المثال ومدربه جوميز لعب اخر 10 12 مباراه في الدوري تحصيل حاصل كنت توقفه. لا الزمالك مش على فكره يعني لو جوميز خد عقوبه الزمالك لن يصمت. انا بقول لك الكلام ده على مسؤوليه لن يصمت. إيه؟ لن يصمت ليه؟ الزمالك لو جوميز اتعاقب لن يصمت. ليه؟ هيكون في رد عنيف جدا من النادي. اول حاجه أيه. انت النهارده فيما يتعلق بجوميز وتصرفه مع الحكم الرابع شفنا الجدل ويمكن مع حضرتك ومع غيرك الحكم جه هنا كابتن عاطف حسين جه هنا في الاستوديو هنا وتم توجيه قال اللي حصل في حكم المباراه قال ايه؟ ما قاليش كابتن غندور ما قاليش قال لك لا طيب نفس موقف برضه في مباراه السوبر الكابتن محمد بس معروف بس في طلع في صورة. طلع في في صوت وصوره ماشي بس ما هنرجع نقول لك طب ما هو جوميز اعتذر للحكم الرابع بعد الواقعه دي على طول في قلبه وهي المباراه شغاله لا اعتذر اعتذر وانتهى الموضوع لا 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 مفيش حاجه كده لا 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 حاجه ثانيه هتوقفه ما وقفتوش ليه من وقت الواقعه برضه هندخل في حته ثانيه لان انت في مواقف مماثله وفي مواقف لاعبين تستحق الايقاف ما بتاخدش قرار إيه؟ مع مجلس الاتحاد ده زي ايه ومع الرابطه تحديدا إيه؟ موقف حسين الشحات والشيبي انت برضو ما خدتش عقوبه مناسبه لحجم التصرف اللي كان في الملعب فبالتالي انت عملت خيار وفقوس زي ما ميزت النادي سين ميز النادي صاد ما انت اديتني ميزه ادي لغيري كمان ميزه طب احنا كده مش هنلعب ما هي كده ما هو ده اللي حصل كده مش هنلعب كوره عندك شك ان هو ده اللي حصل ما انا بقول لك يبقى احنا كده مش هنلعب كوره حضرتك بتقول ايه الايد المرتعشه الايد المرتعشه دي انت حضرتك هنا انا سمعت المداخله وقال لك لن يقام الموسم الجديد الا باعلان عقوبات والله بسبب بطوله السوبر انت عارف انهم كانوا مرعوبين تطلع عقوبات قبل بطوله السوبر لان اللي فات كان ممكن الزمالك ينسحب من البطوله ايوه ما كان النادي الاهلي اصلا كان بيلوح بعدم خلي بالك الزمالك ما ينفعش ينسحب الزمالك رايح ب اللي هو مش هيشيل خالص الزمالك الزمالك اصلا رايح على اساس ان هو الضيف البطوله مش لكن كان ممكن يعتذر خالص عن البطوله يعني لو تم ايقاف جوميز مثلا ثلاث مباريات وليه اصل البطوله الدوره ماتشين بس كان ممكن الزمالك هتظهر البطوله لو كان تم ايقاف مثلا لعيبه كان ممكن تحصل ازمات كتير النادي الاهلي نفسه كان عنده رغبه في التصعيد لكن وعدوا النادي الاهلي ان العقوبات هتتم مين اللي وعد؟ مين اللي وعد؟ ايوه طبعا اول حاجه ان اتحاد الكوره يوعد النادي الاهلي هذا خطا مش النادي الاهلي لا لا بس مفيش حاجه اسمها وعد النادي لا النادي مش مكلف يخاطب النادي في لا لا ثواني بس لا لا هو مش طب اتفضل يا رامي انا هقول لك المعلومه اللي عندي في الموضوع ده اتفضل ان اتحاد الكوره الفتره اللي فاتت دي المماطله لوقت طويل فالنادي الاهلي كان عامل شكوى فبعت لاتحاد الكوره الشكوى اللي انا كنت مقدمها على بيراميدز مباراه بيراميدز الاهلي ملهاش علاقه بالزمالك هو الاتجاه ملهاش علاقه بموقف واقع جوميز تهدى في الموضوع ده خلينا نتفق بس ما انا بقول لحضرتك هل الاهلي اشتكى بخصوص واقع جوميز؟ لا لا عشان بس محدش يقول الاهلي واقع ما انا هقول لحضرتك على عقوبات مباراته مع بيراميدز بس حقه واتحاد الكوره وعده واتحاد الكوره وعده انه هيتم البت في عقوبات مباراه الاهلي وبيراميدز قبل انطلاق بطوله السوبر المصري طب الاتجاه كتابي وعد كتابي ممكن لا ممكن بس بعد استاذن حضرتك اخد المعلومه من رامي وبعد كده هرجع لحضرتك اتفضل انا هقول لحضرتك اما حصلت الواقعتين ده أي. في اتحاد الكوره فاتحاد الكوره كان ميال ان هو ما اعلنش عقوبه على اي حد سواء بيراميدز او النادي الاهلي او جوميز تمام. رغم قرار لجنه الانضباط بتوقيع العقوبات وفعلا من اسبوعين زي ما قلت لحضرتك تم توقيع العقوبات بالنسبه للاهلي وتم اتخاذ قرار في الدور طب ليه ما علمتوهاش؟ انا تواصلت مع حد قال خلاص احنا نجمع العقوبه بتاع جوميز ونجمع عقوبه النادي الاهلي ما ينفعش نعلن عقوبه من شهور ونسيب عقوبه جوميز برده مع الحكم طب هتعملوا ايه؟ قال خلاص احنا هناخد العقوبتين المباريتين يعني المباريتين قبل السوبر باسبوع بالظبط استدعوا جوميز مرتين ما راحش وما بعتش المستشار القانوني حتى يطرح فكلمت حد انا في لجنه الانضباط فقال احنا كده هناخد العقوبه وهنسلمها للاتحاد انا تواصلت مع حد خلاص احنا سلمنا العقوبه طب ليه طب ممكن اسالك سؤال واضح اسالك سؤال قبل ليه توقعاتك العقوبه كانت ايه عقوبه ايقاف كام حوالي انا ما عنديش المعلومه بالظبط الرقم لا الرقم ما عنديش ما عندكش. بس في عقوبه عدد من المباريات ايقاف لجوميز طبعا طب وبالنسبه للاهلي والاهلي وبيراميدز لا في عقوبات اصل الشكاوى كانت كتير في مروان حمدي عقوبات ماليه يعني الاهلي وبيراميدز كانت كذا عقوبه في عقوبات كتير عشان الشكاوى المقدمه من الطرفين كانت عقوبات كتير أوكي. طب ليه انا كنت مع هل منها تم ايقاف اعضاء مجلس اداره لا ما عنديش المعلومه بالظبط بس انا عارف ان في يعني في عقوبات بس ما اعرفش تفاصيلها بالظبط من بيراميدز انت سؤال كلام حضرتك لان في شكوى من بيراميدز بقول لك انا المساله هنا وهنا انا لو الزمالك والاستاذ ماهر انا كنت هيبقى معايا في نقطه واحده او الزمالك او الاهلي ما ينفعش
تسيب عقوبات بقالها شهرين وتيجي تعلنها قبل مباراه السوبر؟ ده صح. ما ينفعش. ما هو فعلا لو الزمالك كان هيعترض. ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ ليه تيجي قبل المباراه وانا مالي؟ يعني تقعد شهرين يا استاذ علاء وتيجي تعلنها قبل بطوله مهمه؟ النادي الاهلي لما الكهرباء توقف بعد 6 اشهر هل ده كان يعقل؟ طبعا. يعني المشكله بتاعت كهرباء دي كانت مشكله النادي الاهلي. لا انا بتكلم على ان العقوبه طلعت بعدها بست شهور. يعني انت هل يعني ده نظام؟ يعني المفروض دلوقتي عقوبه جوميز تطلع بعد ست شهور مثلا؟ لا لا هو انا بقول هو ده نظام. انت مش فاهم. لا انا فاهم انا فاهم. انا بتكلم هل ده اسلوب هنتعامل بيه؟ بس انا بعمل اسقاط. يعني هل دي المده القانونيه دلوقتي للجنه الانضباط انها تعلن عقوبه اللاعب بعد ست شهور؟ لجنه الانضباط مالهاش دعوه. لجنه الانضباط بتاخد قرارها وتبعته لاتحاد الكوره. ماشي يتم الاعلان بعد ست شهور. اتحاد الكوره ما اعلنش ليه؟ طيب خلاص. هقول لحضرتك على حاجه غريبه برضه يا استاذ محمد. انا كنت لسه بقول لك لو التقرير بتاع الحكم او الحكم الرابع او اي حد من التقرير المفروض اصلا العقوبه كانت توقع على جوميز من وساعتها. تم احاله موضوع لجنه الانضباط. فدخلت في قصه ثانيه. ليه؟ عشان تنيم الموضوع. طب ولجنه المسابقات؟ انت عارف وانا عارف. ما هو لو اتحاد الكره في ساعتها خد القرار خلصنا. ثاني يوم. مكتوب في التقرير المفروض كان وقتها يتم اعلان العقوبه. وخلي بالك كان المفروض تم المباراه. وعاطف حسين اعترف. كابتن عاطف حسين عشان برضو الواحد يتكلم صح. كابتن عاطف حسين قال انا لما كابتن محمد فاروق طلع معايا برضو اصل الواقعه كلها كانت معايا هنا في الاهلي. مظبوط. كابتن محمد فاروق طلع معايا هنا قال لي ده الحكم الرابع اللي ضيع حقه عشان ما كتبش تقرير. جبت الكابتن عاطف حسين كان قاعد مكانك هنا. كابتن عاطف حسين قال لا انا كتبت تقريري وبعته وعملت وسويت. وقال لك ما كانش ينفع اكلم اقول الحكم انا اقصد اقول لك ان الواقعه كلها كانت هنا في البرنامج هنا سواء رئيس لجنه الحكام او سواء كابتن عاطف حسين. فالموضوع كله بعد الواقعه دي انا كتبت اصلا في الجورنال عندي كتبت ان اللي تم رصد الواقعه في بالنسبه للحكم وبالنسبه للحكم. ده اللي انا بقوله لك. فانت انك تاخد كل حاجه وتحطها في الدرج ما ده معناه ايه؟ ده مش اسلوب اداره. ده معناه ايه؟ طب ده معناه ايه؟ انا قلت ايد مرتعشه وفشل. ده مش فشل. مفيش عداله. ده فشل ذريع. مفيش عداله عشان الموضوع بيمس اهلي وزمالك. يعني في بيراميدز والاهلي والزمالك بيمس الانديه. لو بيمس انديه ثانيه. لو بيمس انديه مع احترامي. ما انا بقول اهو. ايوه هي مرتعشه اهلي وزمالك وبيراميدز واسماعيلي ومرتعشه انديه كتير جدا. يبقى ده سنة. عايز تطبق العداله. الاسماعيلي لحد دلوقتي ما توقعش عقوبه مع ان طبعا انا ضد ان توقيع عقوبه على الاسماعيلي اللي هو حمد موضوع ابراهيم حسن. يعني انا ضده لكن ده قانون في الاخر لائحه. احنا بنتكلم في واقعه لعيبه في الملعب اعضاء مجلس اداره في مدرجات حق مدرب مع حكم. احنا في الدوري الانجليزي قبل تقريبا 20 يوم في عقوبه وقعت من رابطه الدوري على نادي نوتنغهام فورست. غرامه تقريبا تعادل قرب المليون دولار. يعني هي باليورو بالاسترليني في حدود 800 استرليني 830 فتعمل في حدود مليون يورو. ايه سبب العقوبه دي؟ عقوبه على نادي عقوبه واضحه مليون دولار. ليه؟ لان الحساب الرسمي لهذا النادي انتقد وتهكم على قرار الحكم فار. حصل. شكرا. بس خلاص انت لما يبقى عندك الوضع دوت عندك اتحاد كوره ورابطه قادره على انها تدير الامور بما يرضي كل الاطراف وبالعداله. بالعداله. وتحت كلمه العداله دي نحط 200 خط. ليه؟ مفيش احمر وابيض. بصراحه شديده مفيش اهلي ولا زمالك. هتطبق المعيار ده على الاهلي هو نفس المعيار اللي هتطبقه والله على والله يا ماهر. لكن ده ما بيحصلش. والله يا ماهر الدايره ذكرتها دي يا استاذ محمد اللي من موسم قبل الماضي. معلش تاخير العقوبه كان لصالح النادي الاهلي. ما هو عشان كهربا يفضل يلعب. اسمعني بس هو كهربا لعب امتى؟ لعب الموسم كله ولغايه اتوقف. كهربا لعب الموسم كله لما الدوري خلص والاهلي ضمن الفوز بالدوري. كان ده كان عداله؟ طيب. فتيجي النهارده انا ليه بقول لك الزمالك حتى دلوقتي فيما يتعلق بجوميز الزمالك لن يصمت. ثاني اهوت لن يصمت. هيكون في رد عنيف جدا من نادي الزمالك. مش ممكن لو جوميز اتوقف. طبعا احنا بدينا موسم جديد. يعني اللي فات مات. ما هو ده المفترض كده. ما اعلنتش عقوبه. ما عندكش ليه الجرأه تعلن العقوبه؟ وايه يعني قبل السوبر اجل؟ انت خايف الزمالك يبقى ليه رد فعل والاهلي ليه رد فعل وبيراميدز ليه رد فعل وما تشحنش الاجواء قبل ما يروحوا الامارات؟ طيب خلص السوبر من يوم 24 ما اعلنتش عقوبات ليه؟ قبل بدايه الدوري. الدوري بدا يا استاذ محمد. احنا النهارده اليوم الثاني وصبحين على الخير اليوم الثالث. خلاص الدوري بدا والاسبوع الاول بدا. خلاص انا النهارده ما تجيش تقول لي مش مرفوض لان النهارده فيما يتعلق بدليل ان جوميز ما راحش المرتين اللي تم سماحه. عارف ليه ما راحش؟ مش جوميز ما بيروحش. اداره النادي بتقول له ما تروحش لانها عارفه كويس ان هذا المدرب لن يعاقب. واذا عاقب هتكون مشكله كبيره جدا لان انت في مواقف مماثله ما طبقتش نفس المعيار. وهل احنا هنستنى كل مره ان اللي يطلب للتحقيق ما يروحش ونستنى للسنه اللي بعدها عشان يتعاقب؟ الشهرين دول ما يعدوا بقى ويجي اتحاد جديد ونامل. وده اللي انا قلته لحضرتك مره ان احنا نتمنى ان الموسم كان يبتدي برابطه جديده واتحاد جديد مع كامل احترامي للناس الموجوده. لو نتكلم على نظام كوره وعايز تنظم لان معلش النهارده لو جه ناس في الرابطه جداد وجه ناس في اتحاد الكوره جداد مين اللي وضع اللائحه بتاع الموسم؟
انا مثلا انا جيت انا مسؤول في الرابطه او في الاتحاد تحاسبني على اللائحه دي ان هي ما فيها حاجات ما بتديش الحقوق وما توفرش العداله، انا مش انا اللي وضحها، مش انا اللي وضحها، وقلت لك دي خطا كبير جدا. لا بس انت برضه ما ينفعش كالاتحاد جديد تيجي تقول لي مش انا اللي حاطط اللائحه. لا مثلا انا اللي هيعترض على العقوبه، مش تقول لي كده، ما هعترض على العقوبه، هيقول لي مش انا اللي وضع اللائحه. لكن عقوبه ب 20,000 و 10,000 السنه الجايه ان شاء الله نعدل اللائحه دي. عارف يا استاذ محمد اللي بيتكلم عليه ماهر، الخوف في الاهلي والزمالك دي، الخوف ما بيش الخوف دلوقتي من الاهلي والزمالك بس، الدايره وسعت قوي دلوقتي، الخوف من كل الانديه، لان في رؤساء انديه اتجرأوا على اتحاد الكوره بسبب ان هم شافوا ان الاهلي والزمالك هم اتحاد الكوره عاجز عن مواجهه الاهلي والزمالك. دي عطت فرصه لرؤساء انديه، شفنا رؤساء انديه كتيره بدون ذكر اسماء طلعت تطور على اتحاد الكوره. بس انا اسالك سؤال، انت يعني انت انا شايف ان حضرتك الاستاذ ماهر تقول لك الاهلي والزمالك، لا الاهلي ملوش علاقه بالموضوع. انا بقول لك انت مدخلين الاهلي طرف ليه؟ لا الاهلي مش طرف في موضوع بيراميدز والاهلي، ما هو في شكوى من بيراميدز برضه. أيوة زي ما الاهلي اشتكى الاهلي والاهلي وبيراميدز دي كلها الواقع برضو كانت صوت وصوره والدنيا كلها شافتها، وده داخل الملعب ده اللي طب انت ما خدتش الاهلي مش مدان داخل الملعب على فكره، الاهلي لما بعت لحد يعني انا مش علاقه بالملعب، انا على فكره يعني ولا داخل اللي مدان داخل الملعب الزمالك وبيراميدز، بس داخل الملعب الزمالك وبيراميدز حتى لو زي ما بيقولوا. لا بس معلش ما تستثنيش لو في خطا بيحصل في المقصوره، المفروض مجالس الادارات دول قدوه للاعبين يا سيدي يعلنوها، ما يحصلش تجاوز معلش، ده هم اكثر اهميه من الانضباط المفروض يكون على اللاعبين والمدربين. ما تقللش من الموضوع، يا استاذ ماهر انا بقول لك النهارده ده التأخير في تطبيق العدالة دفع أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وهو محامي إنه يرفع إنه النهارده يحرك دعوة قضائية ضده في أو يقدم شكوى فيه في النيابة. ضد مين؟ ضد مروان حمدي. النهارده؟ النهارده اتقدم بلاغ محضر ضد مروان حمدي الإساءة لجماهير النادي الأهلي. والله عشان خاطر ما أتمنى كل الأندية تعمل كده مع كل الإساءات اللي بتحصل في الملعب. ما ده ما ينفعش يا محمد، أستاذ ماهر، أستاذ علاء، أستاذ رامي، ما هو برضو احنا ما ينفعش ان احنا هتدار كره القدم في المحاكم ما دام الاتحاد ما بياخد قرار ان كره عشان القدم عشان المصريه كده تدار في المحاكم السريعه يملك هذا. لا هذا ده مش منطق، عشان كده القرارات لما تبقى سريعه خلاص، حتى لو قرارات ظالم، حتى لو قرارات جامده جدا اللي يقدر يتكلم اتظلم اتظلم. الغريب كمان يا استاذ محمد ان لو العقوبه ازيد من 6 مباريات لا يجوز الطعن عليها من جوميز، تعرف كده؟ لا اللائحه لو 7 مباريات فيما فوق تطعن عليه، اقل يعني لو 6 مباريات لا يجوز الطعن عليه، لا يجوز الطعن عليه، لا يجوز الطعن عليه. هتطعن عليها لجنه التظلمات برئاسه المستشار محمد عبد صالح، هيستلم التظلم بتاع نادي الزمالك بس هيطلع قرار ان لا يجوز الطعن عليه. فانت عندك دخلت في مشكله كبيره، يعني 6 مباريات فيما اقل لا يجوز الطعن عليه، 7 فيما فوق فيما فوق دي اللائحه اللي موجوده. احنا عندنا واقع على ذكر لجنه التظلمات ولجنه مش حصل من موسم قبل الماضي اللجنه دي تم قال لك ما اعرفش اتعاد تشكيلها ولا ايه، عشان برضه مجامله الكهرباء وللنادي الاهلي، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. لا كانت غير شرعيه، لا كان شرع، كانت غير شرعيه، لا النادي الاهلي هم اعترضوا الناس قضاه غير شرعيه، كان في يعني احد رؤساء الانديه هاجم اللجنه بشكل كبير جدا. لا يا رامي، يا رامي اللجنه دي لم يتم انتخابها، لجنه القضاه بيتم انتخابها، خدوا موافقه وقتها، لكن انتخابها من قبل مين يا استاذ علاء؟ من قبل اتحاد الكره والجمعيه العموميه تقريبا، يعني المهم المفروض الجمعيه العموميه مين اللي وضع اللجنه؟ تمام، مين اللي وضع اللجنه دي؟ تم تعيينها او الجهه الاداريه يا سيدي، عندها صلاحيه ولا ما عندهاش؟ لا ما عندهاش صلاحيه وقتها لجنه الانضباط. امال ازاي ادارت بعض الملفات وهي موجوده؟ يا سيدي كان غلط، ولما جه الخطا يقع على نادي بقى مش طب 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 بعض الامور طب ثواني وتم تنفيذ قرارات. تقدر تقول لي اللجنه دي انحلت ليه؟ ما انت بتقول لي مش قانونيه، ازاي مش قانونيه؟ يعني الجهه الاداريه اللي ايه اللي حلها؟ ايه اللي حلها؟ اللي حلها وقتها يا استاذ علاء، اللي حلها احد رؤساء الانديه كان بيهاجم اللجنه بشكل كبير جدا جدا وقتها، لا لعدم دستوريتها، واعلنت وقتها استقالتها ان هي مش هتكمل، لا لعدم دستوريتها، لا 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 كان وقتها شكوى النادي الاهلي، النادي الاهلي كان يملك من الجراه والقوه ان هو يواجه عدم دستوريه هذه اللجنه وقدم فيها شكوى من اول يوم ولا بعد فتره وبعد ما القرار بدا ايه بقى في قرار في ضده؟ لا معلش انت عندك، انت جريء وعندك قوه، اعترض على الامر من بدايته. ما اعترض، لا ما مش من اول صدام، ده استمر. ايوه معقول، هو طب ما هو عارف منين إيه؟ بس الموضوع عارف منين إيه؟ النادي الاهلي بقى عارف نوعيه القرار، يعني احنا فجاه لينا لجنه انضباط، مين اللي اختارها؟ الطبيعي ان لجنه انضباط دي الانضباط اللي اختارها اتحاد الكوره، فالمفروض فجاه النادي الاهلي اكتشف ان اللجنه دي جهه اداريه وده غلط ضد اللائحه وضد الدستور، اللجنه هتمشي. يعني النادي الاهلي كتر خيره اخرت عقوبه الكهرباء، يعني النادي الاهلي كتر خيره. هل لو العقوبه كانت على الزمالك كان الاهلي هيطعن على قانونيه اللجنه دي؟ يا عم لما الزمالك يشتغل يروح دافع عن نفسه اولا، بس هو انت عايز الاهلي يروح دافع عن الزمالك عشان احنا مش ناس اخصائيين في القانون، حته الانضباط والتظلمات ويمكن الاستاذ رامي يوافقني دول ناس قضاه وكامل الاحترام والتقدير ليهم ايا كان مين الاسماء الموجوده.
كلامنا ما فيش تعليق على قراراتهم ولا بصراحه عشان الامور تكون واضحه. انا اخشى من الجدال اللي بيننا. لا احنا ما بنشككش في الناس دي خالص. الناس دي كل الاحترام والتقدير لهم ايا كان هم مين، سواء في الانضباط. احنا مش بنتكلم على الشرعيه، على ايه بنتكلم؟ مش بنتكلم على شرعيه، بنتكلم على تاخر اتحاد الكره في اعلانها. انت على استاذ ناهر بعد اذنك، استاذ علاء، استاذ روي، احنا بنتكلم على تاخر اتخاذ القرارات. مظبوط، معاك حق. ليس لنا علاقه بلجنه الانضباط او باشخاصها، اشخاصها على دماغنا من فوق. القرارات بتتاخر. احنا بنتكلم رامي دلوقتي اثار موضوع خطير جدا، ان اللجنه خدت القرارات واديتها لاتحاد الكوره من قبل السوبر، من قبل السوبر، عند الاستاذ جمال علام، واتحاد الكوره راحتها في الدور عند الاستاذ جمال علام. هو الدور بتاع النادي الاهلي وبيراميدز قبل السوبر، اللجنه بتاع جوميز بعد السوبر، بعد السوبر. زمان لما راح بالتحديد، لما راح التحقيق مره الاسبوع ده سلموا استدعوه مرتين، سابوا له فرصه مرتين. اول استدعوه مره في الثانيه، وبعد كده خدوا القرار الاسبوع ده، والمفروض ان هم سلموه لاتحاد الكوره. اذا الموضوع برضه هرجع لاتحاد الكوره. صحيح، مليون في الميه بس اتحاد الكوره هو ده اللي انا عايز اوصل له. اتحاد الكوره مش احنا مرتعشين في اتخاذ القرارات، مش قادرين نواجه في اتخاذ القرارات. انا اخد القرار ويبقى كله. وبعدين زي ما بقول لحضرتك، الغرامه اللي هي ب 10 و 20 وبالكلام ده، 20000 جنيه دلوقتي احنا كده بنهزر. 20000 جنيه بنهزر. سباب يا جماعه 20000 يعني بتزيد يعني. انت بتدعو لايه؟ انت بتنقل مباريات عاقب المباراه بتنقل ايه؟ ما كانش عاقب جمهور اصلا، ما كانتش العقوبه ترضع، ملهاش لازمه طبعا. مظبوط. طيب خلينا نشوف اللي هيحصل، لكن انا عايز اطلع لفاصل دلوقتي، وبعد الفاصل هرجع اكمل مع حضراتكم بس في نقطه ثانيه وفي موضوع ثاني مثار بشكل كبير جدا خلال 48 ساعه الاخيره منذ انتهاء مباراه الاهلي والعين، بعد الفاصل. برحب بحضراتكم بعد الفاصل ونرجع لحوارنا وكلامنا. خلصنا موضوع، ندخل في التاني. الموضوع بالنسبة لي مستغرب جدا ومندهش منه جدا، لأن الموضوع بيتم مناقشته عن طريق بعض الإعلاميين والصحفيين. ده اللي أنا مستغربه، هو التقليل من مباراة الأهلي والعين وبطولة نصف الكون التي فاز بها النادي الأهلي. البعض بيقلل من هذا، ده البعض شكك كمان ان الفيفا ما هناش الاهلي، وان التهنئه اللي نزلها انفانتينو على السوشيال ميديا ان ده فيك. انتوا متخيلين احنا وصلنا لاي مرحله؟ يعني انت ممكن حضرتك تنتقد، ممكن حضرتك تبقى زعلان. طب لو انت زعلان اجتهد عشان تبقى زي النادي الاهلي، اتعب عشان تبقى زي النادي الاهلي. لكن البعض بيقلل بشيء من الغرابه. وزي ما بقول لكم، اللي انا مستغربه اكتر انه مش جمهور بس، لا، ده في بعض الزملاء الصحفيين والاعلاميين متواجدين على السوشيال ميديا بقوه وبيكتبوا في هذا الموضوع. ايه رايك يا استاذ علاء؟ والله يا استاذ محمد، انا يعني كان نفسي اتكلم في الموضوع ده، وحضرتك بشكرك جدا انك طرحت الموضوع ده. انا مصدوم والله، مصدوم من حاله التشكيك والتقليل بالشكل ده في بطوله عملها النادي الاهلي. حاله عجيبه جدا. انت حضرتك كنت اعلاميين وصحفيين وكمان لعيبه كوره، مش هقدر اطلع على الشاشه الحاجات دي. يعني طبعا. بس انا بقول لك ولعيبه الكوره، لعيبه الكوره المفترض ان انا كنت اسبق كلمتي بيهم، ان اقول رموز، لكن خلاص ما فيش حاجه اسمها رموز، لان الرمز ده يعني حاجه كويسه، يعني قدوه، لكن ما ينفعش تطلع عليهم. لكن انا كنت اتوقع ان ممكن التشكيك ده يحصل من اي حد بره مصر، يعني كنت اتوقع جمهور العين. ليه المنافسه المناقشه اللي على السوشيال ميديا؟ المناقشه العاديه خالص، التقليل من البطوله، التشكيك في البطوله، وضع علامات استفهام، يتكلموا ليه الاهلي بيلعب على ارضه وسط جمهور وانا ما العبش على ارضه؟ دي منافسه، دي منافسه طبيعيه. انا كمان يا استاذ محمد، اللي اكتر شيء صدمني الجهل، يعني ان يطلع صحفيين يتكلموا ان ليه الاهلي يلعب على ارضه وسط جمهوره. يعني الفيفا بيجامل، طب الفيفا لما يجامل الاهلي ولا يجامل العين؟ يعني ماشي، الاثنين اولا الاثنين انديه عربيه، يعني ما فيش مثلا نادي اوروبي ونادي عربي عشان نقول فيه كده. تاني حاجه، هم لو كانوا رجعوا لائحه البطوله او رجعوا للموقع الرسمي للفيفا شهر 6 اللي فات بس، كانوا يعرفوا ان ازاي البطوله دي نظامها اتغير 180 درجه. اولا البطوله كانت في البدايه خالص كانت اوكلاند سيتي هيلعب، هتعمل يتم اجراء قرعه بين الاهلي والعين، مين فيهم هيلعب اوكلاند سيتي الاول، والفايز من الاهلي لاعب التاني، لا وبقرعه برضه. وقالوا ان كل البطوله هتقام بنظام ملعب محايد
وبنظام قرعه مسبقه، ده كان في شهر 6 الى ان تم تعديل النظام في شهر اللي فات ده، وهم اعلنوا ان قطر تستضيف الادوار السيمي فاينل والفاينل الادوار النهائيه يعني البطوله مباراه دور 8، وجم يتكلموا على ان التصنيف هو اللي حسم ان الاهلي يكون صاحب الارض، ان الاعلام المصري يا استاذ محمد مش كله، بعض الاعلاميين المصريين وبعض لعيبه الكوره يكونوا جهله، ده شيء مؤسف بجد يعني. يعني الواحد منهم قبل ما يتكلم ده، في بعض الناس طلعت سخرت من اسم البطوله. واحد يقول لك يعني، وبعد كده يقول لك ما حدش كان موجود. ما حدش كان موجود من اتحاد افريقيا، كان مثلا ولو ما كانش جه المهندس هنا ابو ريده كان يقول لك هنا ابو ريده ما جاش ليه؟ مش مصري ولا هو ضد النادي الاهلي ولا ما بيحبش النادي الاهلي. لو يعني كنت عايزين مثلا فوز الرقجع مثلا يجي مثلا مندوب مثلا من الفيفا عشان وهنا وريده يكون موجود مصري، يكون موجود ده موجود وراح يروح من بره يعني، ده تكريم ده واحد اقدم عضو مكتب تنفيذي في الفيفا، ده تكليف ليه ان هو يجي البطوله ناديه وبلده وفرقين عربيين، هو اللي يسلم الكاس وفرقين عربيتين. لا مش معترفين بهنا بوريده، ما يعرفوش ان هنا بوريده عضو مكتب تنفيذي اصلا في الفيفا، ما يعرفوش ان في وفد من الفيفا زار النادي الاهلي رسميا وسلموا دعوه المشاركه، ما يعرفوش ان 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 بعد ان الكاس دي تم تصميمها قبل البطوله بشهر وتم عرضها عشان يقول لك دهنوا الكره باللون الاحمر عشان خاطر النادي الاهلي. يعني ايه دهنوا الكره باللون الاحمر؟ هو دوكو يا كره ارضيه، هو دوكو يا كره ارضيه يعني، والله دوكو يعني مثلا دخلوا في الملعب زي البالون دور مثلا بيكتبوا اسم اللاعب بس وبيطلعوها يعني. طبعا يا استاذ محمد طبعا كان شيء مؤسف وشيء محزن جدا والله يعني، في الوقت ان اللي فيه الجانب الاخر اللي الجماهير العين استقبلت فوز النادي الاهلي بمنتهى الروح الرياضيه. انا استغربت حقيقه كبيره، لو وصلت استغربت يعني، استغربت من الروح الرياضيه اللي مش طبيعيه، ولا اتكلموا على التحكيم وكلامهم على الجمهور وكلامهم عن الجمهور وعلى بلدنا وعلى الفترة الكام يوم اللي قضوها في بلد. لا بصراحة أنا شفت على السوشيال ميديا قلت إيه ده الناس دي والله العظيم ملعبهم كده، والله مش ممكن، والله يا أستاذ محمد ثقافة يا أستاذ، في إعلاميين ومذيعين في دولة الإمارات العربية الشقيقة أذاعوا المباراة أو علقوا على المباراة، لو الدولة مصريين كان زمرتهم اتعدموا، والله كان اتعدموا إعلاميا. يعني إيه مش فاهم؟ يعني في بعض نجوم التعليق في الإمارات ونجوم الكرة الإماراتية حاطين على صفحاتهم بيشيدوا بجمهور النادي الاهلي وفريق طيب. النادي الاهلي طيب ايه المشكله؟ تخيل بقى لو هم روحهم رياضيه، طب ماشي بجد. لو معلق مصري عمل كده كان حصل على السوشيال ميديا، لا بس بلاش اللفظ ده يعني، لا والله كان الناس كده، لكن صارت معنويا على الاقل، ايوه معنوياً. اوكي معنويا يعني، لكن اللفظ نفسه تخبطني، لا كان اختلف معنويا معنويا فطبعا انا بتاسف جدا، وبعد كده ان البعض كمان يبادر بنشر تغريدات وبوستات بيقللوا فيها وبيشككوا في كل حاجه، وزي ما حضرتك قلت حتى تنادي بنتينو بالنادي الاهلي قال لك ده فيك، وموقع البطوله الرسمي يتكلم عن النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، والمفاجاه ان صحفيين طالعين يتكلموا على بعض برضه البعض، اسمح لي انه بعض، لان طبعا الغالبيه لا ناس محترمه وناس عارفه قيمه البطوله. يقول لك الفيفا عمل كاس مخصوص للاهلي، يا جماعه انتوا لو وريتوا اللوائح من شهر 6 اللي فات اوكي، على فكره انا عايز اقول حاجه، ان قرعه كاس العالم للانديه المشارك فيها النادي الاهلي اتحدد ميعادها 5 ديسمبر مظبوط في امريكا، 5 ديسمبر ان شاء الله في الولايات المتحده الامريكيه، ولازم يبقى في مندوب من النادي الاهلي طبعا، اكيد ممكن يكون كابتن محمود الخطيب اللي يروح الله اعلم حسب البروتوكول، حسب يعني البروتوكول اللي هيبقى ماشي، لكن يوم 5 ديسمبر هي غالبا هيكون المهندس خالد المرتجي قرعه كاس العالم للانديه ان شاء الله. احب اعرف راي حضرتك استاذ ماهر، شوف موضوع مباراه الاهلي والعين عشان بس الامور يعني نحط النقط في على الحروف، ايه المباراه تحت مظله الفيفا طبعا قولا واحدا، طبعا مباراه في بطوله الانتر كونتيننتال، بطوله الانتر كونتيننتال دي الاتحاد الدولي وضعها في الرزنامه في العام الحالي بديلا عن كاس العالم للانديه، نظرا لان الفيفا من فتره قرر كاس العالم للانديه سيقام بنظام جديد كل 4 سنوات، ففترات فريق فالفترات فالفترات اللي هي السنوات اللي ما فيهاش كاس عالم للانديه بشكل جديد هيلعب كاس القارات او بطوله اللي هي بطوله الانتر كونتيننتال، عوده لمسماها القديم بدل ما كانت مجمعه لما الزمالك اتاهل والبطوله ما كانش فيه راعي فما اتعملتش البطوله، فهي بنفس المسمى ولكن بوضعيه مختلفه. موضوع ان المباراه يكون عليها كاس هذا معروف من قبل المباراه ومن اول ما اتعمل جدول المباريات ومن اول ما تم اسناد الثلاث مباريات، مباراه دور طيب. اسمعنى انت شككت فيها، انا ما اتعتقش هقول لك اهو، بس انت شككت ان انا هقول لك انا شككت في ايه في الموضوع ده، انا شككت في ايه، لا معلش انا هقول لك في ليه في كاس البطوله، انا سالت الاستاذ علاء في احدى البرامج في لقاء تلفزيوني قول لي اسم البطوله ايه، لان معلش بطوله الانتر كونتيننتال لا البطوله اللي خدها الاهلي الكاس
مش كاس انتر كونتيننتال. بطل ثلاث قارات، الثلاث قارات اسيا وافريقيا والمحيط. بطل انتر كونتيننتال ده اللي المباراه النهائيه اللي ريال مدريد. طيب ما هي دي بطوله، ما هي مباراه بطوله. بس هو سؤال الاستاذ علي بيقول شكك. لا انا معترض على لفظ شكك. لا انا ما شككتش، انا سالت سؤال من حقي، وحتى سالته سؤال واضح. قلت له انا كصحفي عايز اكتب عنوان الاهلي توج، اقول توج بايه؟ لان انا الناس اعلام وغيره ومواقع بطوله نصف الكون، بطوله نصف الدنيا، بطوله الثلاث قارات، بطوله الاسيا وافريقيا كل ده ماشي اوكي. لا عايزين لا سبب، انا بقول مثلا الاهلي يتوج بكاس السوبر المصري على اللي كتبه انفانتينو، او كاس السوبر الافريكان اند ايشن اند باسيفيك. تمام هو كتب كده. تمام يبقى بطوله القارات الثلاث قارات، هو ده الثلاث قارات. تمام ما اقدرش اقول على بطوله، ما اقدرش اقول على كاس انتر كونتيننتال، ده خطا، ده خطا كبير جدا. ده اللي انا وضحته. ولا لا ما تجيش تقول لي في حاجه اسمها عنوان فرعي، ما تيجي تقول لي عنوان فرعي في بطوله الانتر كونتيننتال. البطوله دي مرحله يا استاذ محمد، دي مرحله اشبه بدور الثمانيه. لعب العين مع اوكلاند سيتي بطل اوكيانوسا في دور ال16 بحكم ان العين بطل اسيا. مرحله معروف الفيفا في مباراه اوكي، فقالت المباراه دي ببطوله. وما في مباراه برضه نصف النهائي الاهلي راح مش ببطوله، بكاس. دي مش ببطوله. لا مش ببطوله، تفرق بكاس. ليه؟ الاهلي يوم 14 هيلعب مع الاهلي سيمي فاينل، سيمي فاينل على كاس التحدي. اوكي كاس التحدي. ايه الغرض من ان الفيفا عمل كؤوس في المباراه دي؟ هي امور تسويقيه بيجيب مع الرعاه والامور دي، مش عشان حاجه. طب بص حضرتك موقع رسمي للفيفا، قال لك الاهلي يتغلب على العين 3-0 في كاس افريقيا اسيا المحيط الهادي الفيفا. تمام. اتنين حجزوا مكانهم في كاس التحدي. ايوه عشان امام الفائز. أيوة. من باتشوكا وبطل امريكا الجنوبيه هيحدد يوم 30 بوتفوجو مع اتلتيكو مينيرو. اتلتيكو مينيرو. ريال مدريد ينتظر في نهائي كاس القارات للانديه. ايوه كاس القارات دي هي بقى كاس الانتر كونتيننتال. اوكي يبقى احنا كده المسميات. ايوه بس هو ده اللي انا بوضحه. انا بس في كاس، ما في كاس، في كاس التحدي. خد بالك بقى المباراه اللي قبليها يوم 11 الكاس يعني بطوله. طب ماشي، طب انت بتاخد الكاس ده معنى ايه يا استاذ محمد؟ الكاس اللي قبليها يوم 11 اللي بين بطل امريكا الشماليه كونكاكاف اللي هو فريق باتشيكو المكسيكي مع بطل امريكا الجنوبيه اللي هيتعرف يوم 30 يوم 11 في استاد 974 في الدوحه. المباراه دي من غير كاس. عادي، ده اللي الفيفا واضح انه ما فيهاش اي حاجه. مباراه الاهلي هتبقى بكاس. طبعا الفيفا مؤكد في المره الجايه هيراجع الامر ده لسبب. النهارده نادي الاهلي توج بكاس، وارق ان شاء الله في نصف النهائي يتوج بكاس تاني، هيتاهل يلعب لريال مدريد. فاز فهيتوج بكاس الثالثه. عشان كده النادي الاهلي الا ان لم يفز الفيفا. ان لم يفز الا خلاص مفيش حاجه. ريال مدريد بطل البطوله الانتر كونتيننتال توج بكاس واحده، والفريق الوصيف توج بكاسين. ده في خلل يعني الفيفا اكيد حياته. اوكي بس الاهلي ملوش ذنب. لا بقى الاهلي يعني الاهلي مش طرف. بص طلع الاهلي بره المعادله، حتى لو كان طلع الاهلي بره المعادله يبقى الاهلي مش طرف. طلع الاهلي بره المعادله، ولكن يعني الفيفا مش بتكمل الاهلي. لا مفيش مجامله للفيفا الاهلي. لا يعني مين قال كده؟ مفيش مجامله للفيفا الاهلي. برضه بسجل مره حته التشكيك. انا قلت اسم الكاس بس، بتسجل على حته التشكيك. لكن خلينا نقول حاجه معلش، عشان ما ياخدناش في حته الفيفا. بعيد عن فوز الاهلي بالكاس، وعفوا يا استاذ رامي، عن فوز الاهلي بالكاس وحصول على البطوله، في مكاسب كتير قوي للاهلي اهم كمان من الكاس. احنا شفنا صوره جميله جدا في استاد القاهره لم نراها منذ سنوات. طبعا حاجه عظيمه جدا جمهور النادي الاهلي والشكل اللي كانوا عليه. وانا كنت بقول للاستاذ علاء قبل الحلقه ان شكل جمهور الاهلي في المباراه دي افضل مما كان عليه جمهور الاهلي في نفس الاستاد في نهائي دوري ابطال افريقيا من الترجي. لازم لابد من اشاده للجمهور، زي ما قال كريسبو مدرب العين اترعبنا. منظر الجمهور مرعب. تمام انت كسبت النادي الاهلي عوده ثقه بعد التتويج بالسوبر المصري او المحلي. انت النهارده كسبان برضو كمان كاس اللي هي اسيا وافريقيا والمحيط الهادي. كولر الاهلي استعاد كثير من الثقه بالفوز دوت. الاداء كمان غير الاداء كمان في السوبر. الاداء في مباراه العين احلى واجمل وافضل. لان الاهلي جمع ما بين النتيجه والاداء. الاستاذ علاء قال في السوبر المصري المحلي وسط سيطره تامه من النادي الهيمنه تامه. ده كان غير صحيح، معلش انا معترض. هيمنه على الشوط الاول، الشوط الاول لغايه اول 30 دقيقه هيمنه على الشوط الاول. الشوط الثاني حتى هدف الجزيرة الملغي لا الاهلي كان افضل. 42 ولولا عواد الشوط خلص خلاص. ولولا عواد كان من الممكن المباراه تكون يعني الزمالك خسران فرق. لكن في الشوط الثاني والشوطين الاضافيين لو بنوزن موازين قوة وأداء، لا الزمالك أفضل. دي حقيقة. لا أفضل، لا أفضل. الزمالك اتحسن لكن ليس أفضل. مش أفضل من الأهلي؟ لا طبعًا. طب الأهلي من بعد الفرص اللي ضاعت في أول 30 دقيقة. ضيع إيه تاني؟ ما هو الزمالك بعد كده لا ضيع. أقول لك بقى ضيع إيه؟ ملغيله جون، ملغيله جون. دخل في الجون. لا الجون ده في الشوط الأول. طيب. وتسلل. طيب. الشوط الثاني. الجزيرة ضيع ملغي جون. آخر دقيقة الجون المرمى فاضي اللي عملها لي زيزو. في الوقت بدل الإضافي أنت مضيع ضربة راس مشلاك جون مليون في المية. الأهلي ما عندوش فرص ضيع. فبالتالي أنا بربط بإيه؟
افضليه الاهلي في نص ساعه انه ضيع فرص وكان قريب يسجل. الكلام نفس الشيء الزمالك دخل في الماتش بعد تغيير زكي كمان عكس الشوط الاول ان الزمالك ما كانش انا قلت ان زكي كمان هيبتدي واضح ان جم سمع كلامه. ماشي رامي انا عايز اسالك بس سؤال هنا بعيد عن الجدل ده، انت راجل متخصص في اتحاد الكوره، اسالك سؤال ورد عليا بوضوح. استاذ جمال علام فعلا عايز ينزل انتخابات اتحاد الكوره القادمه؟ لا 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 ما بفكرش خالص. طب من في اعضاء اتحاد الكوره الحالي عايزين ينزلوا الانتخابات اللي جايه؟ بص لحد فتره قريبه جدا 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 كان الاسم المرشح بقوه اللي موجود في الصوره الاستاذ خالد الدرداني على مقعد النائب يعني الكلام اتقال في الاول ان هو ممكن على مقعد الرئيس وبعدين بعد كده على مقعد النائب. وليه برضه على نفس المقعد يعني؟ يعني على نفس المقعد. انت عارف ان انت المقعد نفسه دورتين. المعلومه اللي وصلت لي ان هو بيفكر ينزل برئيس ومعاه قايمه. ما هو كان الترتيب وعمل قايمه من فتره كده وبعدين الامور تراجعت تاني ان هو ينزل على منصب النائب. هو ده الابرز الاسماء اللي موجوده ان هو ممكن يترشح في خلال الفتره اللي جايه، ولكن لسه القرار مش نهائي. طيب مين ابرز شخصيه ممكن يوم 10 نوفمبر مع فتح باب الترشح نلاقيه نازل للانتخابات؟ بص خلينا نقول الساعات اللي فاتت دي كلها في ترتيبات ما بين المهندس هاني وليده ده الاسم المرشح بقوه انه يكون موجود. طب ليه المهندس على حته المهندس خالد او الاستاذ خالد الدرندلي ليه على منصب النائب؟ ايوه خلينا نقول الفتره اللي فاتت دي يمكن المهندس هاني وليده اعلن الترشح لرئاسه الكاف تمام؟ ما اعلنش. لا يعني هو النية وتم تغيير البنود اللائحة اللائحة بتاعت ال 70 البند بتاع ال 70 سنة تمام؟ اوكي والكلام ده كله، لكن هو ما رشحش يعني. فليه الأستاذ خالد الدرندلي يمسك نائب ليه معاه؟ إن هو بيبقى موجود لو نجح المهندس هاني وريدة أو ترشح في الكاف يتم تصعيد اللائحة بتديك لو أنت مجلس إدارة عشان كده اللائحة اللي موجودة. عشان كده كان في تفكير إن المهندس محمود طاهر هو اللي ياخد الدور تمام. المهندس محمود طاهر رفض قال ده أنا كنت رئيس النادي الأهلي. صحيح صحيح. فيتم تصعيد المهندس الأستاذ خالد الدرندلي لمنصب الرئاسة ويجيبوا واحد. هم خلي بالك القايمة المغلقة يا أستاذ محمد بس نعرفها للمشاهدين، بيتم قايمة مغلقة من 9 أسماء وفيها حوالي 4 احتياطيين، والأسماء بتاع أعضاء مجلس الإدارة بيتم بالترتيب، بمعنى الاسماء بتتحط في المجلس الاداره في القائمه بتاعتهم رقم 1 و2 و3 و4. ليه 1 و2 و3 و4؟ عشان لو النائب او الرئيس مشي او مثلا مش هيكمل دورته لاي سبب من الاسباب لا يتم تصعيد النائب لرئيس رقم 2 ورقم 1 يتم تصعيده مكان النائب ويجيبوا حد من الاحتياطي. القائمه دي برضو فيها احتياطي بيبقى فيها حوالي 3 أو 4، يجيبوا واحد من الاحتياطي يتم تصعيده قاضي. فعشان اول واحد ولا واحد من الاربعه اول واحد اللي هو بيتم ترتيبه وفقا للقائمه والمختاره. فطبعا الاسماء كتيره جدا اترشحت، في اسماء كتيره حتى يعني في اسماء كتيره زي الكابتن سمير عثمان، في اسمه مرشح بقوه يكون موجود في مين الاسم المرشح؟ الكابتن سمير عثمان موجود اسم مرشح في قائمه مين؟ قائمه المهندس هاني وريده من ضمن الاسماء اللي موجوده في الصوره. انا بقول لحضرتك طبعا دي كلها ترشيحات وليس قائمه نهائيه. في الاستاذ مصطفى الشامي، في اسماء كتيره جدا، في الاستاذ يعني في اسماء كتير جدا موجوده في الصوره للترشح. ولكن سمعت اسم تردد برضو طارق ابو العينين موجود في الصوره برضو. في الاستاذ خالد ابو الوفا برضو ده اخو الاستاذ الحاج محمد ابو الوفا ده اسمه مرشح برضو. ولكن في النهايه هيبقى في جلسه مع المهندس هاني وريده الفتره اللي جايه مع اعضاء قائمته. لو هلاقي ممكن الاقي قائمه ثانيه نازله تنافس المهندس هاني وريده فيها اسم وارد جامد وارد جدا. اسم جامد وارد يعني انتخابات انت بتفتح الباب للجميع، اي حد عاوز يترشح الفتره اللي جايه انت بتفتح الباب للجميع. مجاده ينزل؟ لا ما يعني حد الان هو كان اعلن طبعا على هو اعلن بس أعلن لو المهندس هاني ابو ريده نزل طبعا الكلام ده لاغي مشروط ولكن طيب. ممكن لو المهندس احمد مجاد ما دخلش وارد جدا ان احنا ممكن نشوف المهندس هاني ابو ريده يستعين بيه بخبراته كرئيس تنفيذي لاتحاد الكوره. المهندس احمد مجاد مدير تنفيذي أو مش هيقبل منه. انا بقول لك احمد مجاد مش هيقبل. انا بقول لحضرتك ده دي الاسماء اللي موجوده وده اللي مش هيقبل. اصل خلي بالك انا عارف هو مسك رئيس اتحاد الكوره بس الموضوع بقى صعب بالنسبه له، تبقى صعبه جدا مستحيله يعني. عشان كده انا بقول لك دي صعبه. طب هل من الممكن ان احنا نشوف قائمه تضم المهندس هاني ابو ريده ومعاه النائب احمد دياب؟ خلينا نقول لحد الان ما تمش تشكيل رابطه الانديه،
من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي تم عدم يعني المفروض الدوري بدا، المفروض دلوقتي يبقى قبل بدايه الموسم يتم تشكيل رابطه جديده. هي فين صحيح؟ ما هو حد قال لسه بقى ما يشوف الدنيا عشان الانتخابات، اتحاد الكره هتمشي ازاي وبعد كده هيتم تشكيل الرابطه. فالمهندس تشكيل ولا انتخاب؟ لا هو هو بيبقى الانديه بترشح، الانديه بترشح وبعد كده بيبقى في انتخاب ما بينهم، يعني هو الانديه بترشح وبعد كده بتتعين وبعد كده بتتعين. انا عايز اقول حاجه يا استاذ محمد وبعد اتفضل بعد كده بيتم عشان كده الاستاذ احمد دياب لسه منتظر يشوف الدنيا فيها ايه وبعد كده يتم تشكيل الرابطه. ده كان الاجابه على سؤال ليه ما تشكلش الرابطه، لان اعضاء الرابطه معظم اعضاء الرابطه لحد دلوقتي مستنيين التكتلات على الانتخابيه دي علشان خاطر كل واحد منهم يحدد اذا كان هيبقى موجود في الرابطه ولا موجود في اتحاد الكوره. لو ما لقيش ليه حظ في قائمه في احد قوائم في اتحاد الكوره هيستمر في الرابطه. على فكره انا سمعت حاجه، سمعت حاجه ثانيه قبل دي بقى هسيبك ترد وكل حاجه. انا سمعت سيناريو ثاني خالص، سمعت ان المهندس احمد لو المهندس ابو ريده نزل على مقعد الرئيس، المهندس احمد بجاهد المهندس هاني ابو ريده هيرشحه لمنصب في الكاف. معلومه وصلت وده الاقرب. الله اعلم. مش المنصب، هو المهندس احمد مجاهد هو ده كده. هدفه وطموحه يفضل موجود في الاتحادات القاريه بشكل، يعني طالما ما عندوش فرصه انه يكون رئيس اتحاد الكوره بعد ما كان في فتره سابقه تولى رئاسه اللجنه اللي كانت بتدير اتحاد الكوره، فافضل يكون موجود وهو راجل عنده المؤهلات اللي تساعده انه يكون موجود في المكان ده ويبقى شيء كويس لنا لمصر في المساله دي. انا عندي نقطتين بس في حته الاتحاد والرابطه والانتخابات والامور دي. يلا بينا. النقطه اللي ذكرها الاستاذ علاء، حته ان اعضاء الرابطه مستنيين وتاجلت الانتخابات عشان ده بيشوف لو ما جيتش هنا هاجي هنا، ده بتعرفنا احنا وصلنا للمستوى اللي احنا فيه ده ازاي. مفيش كده، انت راجل عندك توجه، ما بقصدش اسماء معينه، انت عندك توجه، انت عايز تكون عضو رابطه فخليك راجل عايز تكون رابطه، عندك فكر عايز توصله وتعمله في الرابطه، عايز تكون عضو اتحاد كوره اهلا وسهلا بيك، اتقدم من دلوقت وسيب الرابطه. لكن حته ان انا لازم اختار واحده من الاثنين وبستنى بالزبط. وبشوف ده بيودي الكره المصريه في حته صعبه اتنين. جدا. النقطه الثانيه، انا كاعلام او كصحفي لا يعنيني ايا كان نوع القوايم ولا مين ولا اسماء، وده تمام. هدفي انا تمام. لا يعنيني الاسماء ولا مين هيجي رئيس ولا اعضاء تمام. ما يعنيني ان انا محتاج مجلس اداره اتحاد كوره قوي ومجلس رابطه قوي تنظم كره القدم في مصر صح. مش هقول عشان تنظم كره القدم في مصر، كره القدم بمفهومها اللي العالم حوالينا شغال بيه صح. عداله، انتظام مسابقات صح. عداله في التحكيم، حمايه للحكام، احمي الحكام، الحكام حلقه اضعف. متفق معاك. طبق لائحه على الجميع، حط لائحه واضحه بنوتها واضحه، سرعه في اتخاذ القرار، سرعه عدم المجامله، سرعه من يوم المباراه، ما تستناش لبكره، ما تستناش لبكره لما مين يجتمعوا واصل في جوله ايه وهنستنى يلعب بعد اربع ايام، واصل عنده ماتش بافريقيا، واصل عنده ماتش لا الكلام ده كلام فاضي، ما يخصناش كلام فاضي. فبالتالي لو عايزين مصلحه كره القدم في مصر بعيدا عن الاسماء، عايزين ناس عندها افكار هدفها انها تخدم كره القدم المصريه. بس حتى الان بالشكل ده الناس بتفكر تروح هنا ولا تروح هنا، ده مش ممكن بشكل كبير، ما يوصلناش للهدف اللي احنا عايزينه. قبل ما اجي لك هروح بس الرمي في حته مهمه جدا، هل الاستاذ طه عزت تولى رئاسه لجنه المسابقات؟ خلاص ما بعد اتفضل حصل خلاص هو اللي تولي حاليا، هو حاليا هو الرئيس. ملوش علاقه بالقرارات اللي طلعت؟ لا ملوش علاقه، ملوش علاقه بيها. لا دي تخص اتحاد الكوره، ما تدخلش فيها ولا له اي علاقه بيها. لا ملوش علاقه بيها خلاص. هو من ساعه ما بدايه الدوري التقرير نفسه وكل حاجه وكل وحتى ماتش السوبر او دوري السوبر دي تخص الموسم اللي بحب اوضح للناس بس عشان في ناس بتخلط الامور. لا 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 ملوش دعوه، انا بحب اوضح، لن يتدخل باي شيء من ولا ليه حق اعتراض على القرارات ولا الكلام ده كله. هو ليه من بدايه الدوري، من بدايه الموسم يبدا هو بقى يصدر قرارات العقوبات او اي قرارات تخص لجنه المسابقات، هتبدا من بدايه الموسم هو اللي يقدر يتخذ فيها اي قرار. حلو الكلام، وانا بس حبيت اوضح لان في ناس خلطه الامور شويه. هو الرئيس لجنه المسابقات عمل ايه بالظبط؟ مش عارف. لا هو ما عملش، ملوش علاقه بالقصه، عشان بس نهدى على الراجل شويه. الراجل لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني استاذ علاء من وجهه نظرك، احنا داخلين الفتره الجايه على فتح باب ترشح انتخابات اتحاد كوره، فتح باب انتخابات اتحاد الكوره 10 ديسمبر ان شاء الله، متفائل ولا انت بطبعك متشائم كالعاده؟ لا متشائم كالعاده. متشائم كالعاده. موضوع واضح. بس استاذ والله واضح. انا المره دي متفائل. النهارده كان في تقرير، المره دي متفائل. كان في تقرير النهارده عاملاه احدى الصحف الكبيره في جنوب افريقيا عن انتخابات الاتحاد الافريقي. على فكره بمناسبه جنوب افريقيا اتكلموا بس عن جنوب افريقيا. اتفضل. موسيماني اتغلب تاني النهارده مع الاستقلال الايراني. تاني ماتش على التوالي بيخسر. ده راجل مدرب عظيم. فانت فكرتني بس عشان اقول لك. مدرب عظيم. فكان في سؤال مطروح لواحد مسؤول كبير في الاتحاد الافريقي عن انتخابات الرئاسه، فقال له فوزي رجع مهدي بقوه، قال له لا فوزي رجع عرفنا ان هو عمل حوار
وله الحوار معك لا لا من وشفت الحوار فيديو وكان مترجم باللغه الانجليزيه فبقول لك يعني حوارك سمع بجد يعني الحمد لله النهارده شفته مترجم وكده والله نسيت ابعته لك يعني الحوار مسمح تتفائل لا يعني بيتكلموا عن فوز رقم ده بيتكلم على الحوار بقى هم بيسالوا خلي بالك هو حوار فوز رقم ده سمع في الدنيا كلها بصراحه يعني هو الراجل خلي بالك الدعم العربي لان هو كمان كاتبين ان في دعم عربي لمرشح هنا بريدة وقال اللي بيقول الدعم الله هو السؤال ساعتها فوز رجع وجايبين الفيديو كده يعني من عند ربنا في الحوار قلت له انت ممكن يحصل ان المهندس هنا بريدة لو نزل ما كانش لسه البند ده اتشال اصلا يعني البند بتاع 70 سنة ما كانش لسه ما كانش اتشال بس خلينا نتفق هي مجرد ان هي فكرة جات لي فسألته سؤال قال لي اول حاجة لا يمكن ان انا انزل قدام هنا بريدة في منافسة مع المهندس هنا بريدة ولو حصل انا اول داعم ليه اول داعم هيكون للمهندس بريدة هو هيكون فوز رقش لكن في حته الانتخابات الكاف دي نضع في اعتبارنا من ايام اعلام متسبي ترشحه لولايه تانية ما هي دي بقى النقطه اللي عايز اتكلم فيها بسرعه قبل ما نقفل لان متسبي يحظى بدعم كبير جدا وعنده تواصل في الغرب غرب افريقيا وسط افريقيا الاتحاد الدولي لا الاتحاد الدولي لا الاتحاد الدولي انفانتينو هو نفذ يا استاذ محمد عمل بطوله السوبر ليج على طلب الفيفا ماشي. الراجل لا الراجل عنده علاقه وعنده جمهور فده هيبقى الصعوبه في الانتخابات في المساله دي ان زي ما المهندس هاني بوريدا عنده نفوذ ورجل له تاريخه المشرف ولازم احنا كمصريين بعيد والله حتى عن مساله النجاح من عدم او رئاسه اتحاد الكره من عدم المهندس هاني بوريدا عنده تاريخ يجب عظيم. ان نفتخر به جميعا خلاص الكادر الاداري محترم كل مشكله في السوشيال ميديا لو حضراتكم انا شفت الكلام ده بعيدا تشوفوا بيتعامل ازاي بره وقيمته بره حاجه كبيره سيبكم بقى من اتحاد الكوره ومش عارف ايه ونتيجه ماتش وكلام لا شوفوا بره هاني ابو ريده بيتعامل ازاي كبيره جدا واداري ناجح جدا قيمه ومكانه في الاتحاد الدولي مش هقول لك بقى اتحاد اسيا ولا اتحاد افريقيا شفت بعيني والله محدش قال لي يعني المكتب التنفيذي للاتحاد انا شفت بعيني محدش قال لي انا بعد بكره التقرير ده استاذ محمد بكره بعد بكره يعني هو حتى لما تم تغيير حصلت ازمه في الفتره اللي الفترات السابقه الوحيد اللي استمر هو المهندس هاني بوريدا ده دليل على نزاهة دي على نزاهة ده مصري اصيل نزاهة ده دي الدنيا كلها اتقلبت وفي ناس اتكلبشت فيها لكن هو على الرغم هو الوحيد اللي كان بيعلن هو صوته لمين يعني انا كنت فخور بيه ان هو في حديث ليه مع البي بي سي في وقت التصويت على ملف قطر 2022 انا اعطيت صوته لقطر بكل صراحه ده امر يحسب له على فكره نفتخر بيه جميعا ان احنا عندنا كادر اداري بهذا بس بعيد عن السوشيال ميديا هو احنا عندنا قيمه كبيره قوي قوي طبعا. قوي يعني بس عايز اوجه له نصيحه يا استاذ محمد اتفضل اذا المهندس هاني بوريدا جه رئيس اتحاد الكره الاول اتحاد كره مصر انتظارا اللي هيحصل في الكاف عليك ان تكون اقوى من الاهلي والزمالك اذا اردت النجاح صح غير كده انا اسف هنفضل اتحاد زي الاتحاد اللي قبله زي اللي قبله بس انا شايف انا يعني شعوري من الفتره اللي فاتت دي والاسماء المرشحه لانتخابات اتحاد الكره اسماء كلها كبيره جدا 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 من الناحيه الاداريه من ناحيه الـ يعني عندهم خبرات كبيره جدا جدا فاعتقد اللي بيحصل الفترات اللي فاتت والازمات اللي حصلت في الكره المصريه المجلس الجديد هيبقى عليه عبء كبير جدا جدا لتعديل حاجات كتير جدا وتعديل النظره طب المجلس ده المجلس يعني دايما اتحاد الكره المجلس الحالي جاي بوجوه جديده ووجوه نجوم كبيره جدا وجايه بعد فشل اتحاد سابق وما عملش حاجه بس فين نجوم الكوره انا كده شيل النضاره السوداء اصل دي مش سوداء شيل النضاره السوداء انت حاطط عدسات سوداء شيلها لا حاضر لازم نتفائل انا والله نفسي ما ينفعش نعيش من غير تفاؤل لازم نجري نتكلم في منظومه ناجحه بعد كده والله نفسي استاذ محمد والله اكيد اكيد ان شاء الله استاذ ماهر غريب شرفتني ونورتني ان شاء الله شكرا استاذ محمد وانا متفائل عموما يعني مش حتى لو كان في انتقادات للي بيديروا او كده فعلى مستوى كره القدم في القدم افضل ولكن ان شاء الله القادم يكون افضل استاذ علاء شرفتني ونورتني 10 دقايق بس من 12 ل 10 ل 12 قعدنا الساعه قعدنا 10 دقايق بس الفتره كلها شرفتني ونورتني كالعاده استاذ محمد انا بشكرك جدا سعيد بوجودك يا رامي جدا جدا انت عارف معزتك ربنا يخليك يا رامي وسعيد بوجود نجوم كبار شكرا جزيلا اشوفكم دايما على خير تحياتي لحضراتكم تصبحوا على خير.